أنا النهاردة طبعا متأسف جدا إن أنا جيت متأخر، لأن كنت في البوسنة لمدة 10 أيام مع بعض متطوعين من كندا اللي كانوا عايشين في مدرسة الصيف مع الأيتام البوسنويين لمدة 8 أيام هناك. وأنا آسف إن أنا جيت النهاردة متأخر، لأن كان في إمبارح الاحتفالية بمجزرة سلبرنيسا من عام 24. حضر الجنازة أمس حوالي 30 إلى 40 ألف من الناس، يعني من كل أنحاء العالم. وامبارح كانوا بيدفنوا 33 جثة استطاعوا إنهم يجدوا بعض أجزاء أو من الأشلاء في أماكن مختلفة. حتى أن العام الماضي كان في 37 جثة بيدفنوا أحد الجثث ووجد أشلاءها في 5 أماكن مختلفة. ده الحالة بتاعت البوسنة اللي احنا ما زلنا بنعيشها بعد ربع قرن من الزمن. فانا بعتذر ان انا جيت متاخر، لكن لا عذر اذا وجد العلم والمعرفه والنجوميه. فمع اخونا الاستاذ الكبير علاء الزيات اللي هو معلم الامه ومعلم الجيل، مش معلم حاجه، ومع الاخت ياسمين انا اتشرفت بها اول مره، وكان الكلام اللي انا هقوله بيكمل كلامي. ومع الاستاذ احمد حوت، يعني غازي افريقيا وغازي الشوارع، غازي انت، ويحب الديدان ويحب القرف والحاجات دي كلها. وربنا يكرمك بعد النقاط دي علشان نفك الايه الكلام الكبير اللي اتقال. خلاص زحلق فكرتك، الزحلق لك الخير. ها اللي مش هيفك معايا اوت، زحلق فكرتك يزحلق لك ايه؟ يلا قولي بقى معناها ايه دي؟ وانا هقول كلام تضحكوا عليه بس ايه؟ وانت هتفك ولا مش هتفك؟ فك. ها؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، فنكوش المنقوش يعمل مهموش المفروش. وات؟ دي حالة دي اشتغل في العمل الانساني؟ ها؟ اشتغل في العمل، اجيب لك مش عارف مين؟ عايزين نقول العقل عشان فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. زحلق فكرتك يزحلق لك ايه؟ نعم الخير. وفنكوش المنقوش يعمل المهموش المفروش. نعم ده كلام في السياسه. جميل. كلام كبير يعني. واخد بالك؟ عميق عميق بالكاف. حدش فاهم انا قلت ايه؟ نعم. لا لا قال لي مفهومه بس قال لي لا فنكوش المنقوش. الفنكوش هو الشيء الذي لا وجود له لكن يباع للمجتمع. ايوه يباع للمجتمع كوهم. وده من فيلم عادل امام. نعم. بالك لما باع لهم شيء مش موجود. صحيح. وده حقيقه في المجتمع. ان اوشن فنكوش يتباع بالمهموش. انت منين؟ من سوريا. من سوريا؟ ما شكلك من مصر ليه؟ فنكوش المنقوش يعمل مهموش المفروش. نعم. ايه؟ الفنكوش خلاص هو الدكتور علاء قالك عليه. شيء مش موجود. هو شيء مش موجود بتنقشيه عشان تطلع منه مهموش المفروش. الوهم. المنتج بتاعك هيكون مهموش. فمفروش بس بنسميه فنكوش. فهمت حاجة؟ خلاص خليك بقى زي ما انت قاعد. خلاص؟ بدأنا؟ في الورقة اللي هتكلم فيها كتبتها أنا يمكن في مدة طويلة، وكان حلم من قبل ما اسيب الاغاثه يمكن من 15 سنه او اكثر من 15 سنه. وهقول في كلمه كتبتها انا برضك صبحيه. اي حاجه من اي حته على اي حد من كل حته تطلع كل حاجه في اي حاجه. دول المنتسين في العمل الانساني حديثا في خلال 40 سنه او 50 سنه اللي فاتت. اقولها تاني؟ اي حاجه كل حتة، لا لا، أي حاجة من أي حتة على أي حد من كل حتة تطلع كل حاجة في أي حد. ده اللي خلاني أكتب الورقة دي في آخر أيامي في المؤسسة اللي بتبقى يعني الإغاثة الإسلامية. حسيت في انتقاص كبير جدا في القيم الأخلاقية اللي عاملين داخل المؤسسة. نجيب واحد كاتب لي سي في في 20 صفحة تقعد معاه ولا معاها فنكوش. مفيش. مفيش. حصل في اندساس وتدليس وكذا وكذا. والعالم العمل الانساني مع كثره المشاكل اللي احنا شايفينها في العالم حاليا اصبح فيه
يعني غزو ثقافي غريب لأفراد ما أنزل الله بهم سلطان، لا قيم ولا أخلاق ولا معايير ولا أي حاجة، وجاي كده أو جاي كده إلى آخره. فلذلك ده بالنسبة لي هو جزء خلاني أفكر من الفترة اللي فاتت دي إن إحنا نعمل حاجة اسمها إدارة الأخلاقيات الإنسانية داخل المؤسسة. ده أول حلم. طلعت أحلام ولا لسه؟ والله لسه. ليه؟ لان احنا في العمل بتاعنا بنهتم فقط بالبرامج اللي بتجيب فلوس فقط، اصبحنا احادي النظر كانني اعور لا ارى الا بعين واحده. اما العمل الاخلاقي والعمل القيمي والعمل الثقافي اللي كان جزء منه بتتكلم عليه الاخت ياسمين قبل كده، فده ما بيجيبش فلوس. خلاص؟ طيب ابتدي على واحد كلام لغايه ما هم يظبطوا الايه؟ خلاص خلاص؟ هنا في 9 احلام. انا هتكلم عن حلم واحد، وكل واحد فيكم كما قلت انا في الجروب يختار له حلم يتكلم عنه، انت مش هتكلم كتير انا. خلاص؟ خلاص؟ طلع الاحلام ال9 بقى. انا اللي عامل. ليه انا هتكلم في الاولاني ده؟ خلاص؟ وده كل واحد يبقى الحلم الثاني مشروع طوارئ وقطاع 30% من ميزان الطوارئ اثناء فتره الساعات مش هلاحقها لانفاقها على البناء المجتمعي، ثاني من الاثنين. اللي هو موضوع الادخار. ومن حقكم انتم انكم تحطوا حلم ثاني نناقشه. انا بعد ما هتكلم عن الحلم الاول اللي هو اداره الاخلاقيات دي وازاي نعيد الوصف الوظيفي مره اخرى. الهدف من هذا عمل وصف جديد وظيفي جديد لفقط العاملين في العمل الانساني بس لكل العاملين في المجال المجتمعي. خلاص؟ نمرة 2 سعر الغذاء نحولها لايه؟ قال 50% منها للمشروع نفسه و 50% لبناء المجتمع. يعني انا مش هاكل ناس بس وانفخهم، لا هقول للمتبرع 50 و50 50 و50. انا مش عايز المتبرع يجي يفرض عليا سياسته. دي نمرة 3، نمرة 4 ده ليه كنتوا عشان تختاروا كل واحد فيكم تختار له حاجة، ها؟ أنا مش هتكلم كتير، اوعى تخلينا نتكلم. لا خلاص بقى. نمرة 4 معنى الكفالة. اتكلمت عنها مع رجالة من 3 سنين أو 4 سنين، ومعنى الكفالة يعني إيه؟ ونحن بنبيع الأيتام دول كسلعة ولا ما بنبيعهمش؟ نمرة 5 مين اللي ماسك الريموت؟ التمكين الأسري الاقتصادي. أنا جاي من البوسنة 2000-3000 دولار يعني في أحد النساء اللي اقترضت 17 قرض من 2012 ل 2019، خرجت من المنطقة بعد ما ذبحت سربنيسا فقد 70 شخص من أهلها، وخرجت بثلاث أطفال أحدهم رضيع 7 أشهر، إحداهن رضيع، وعدت النفق بتاع سراييفو اللي هو كان تقريبا 850 متر نفق بتاع الاطفال، يعني تعتبر انتحار. وخرجت واشتغلت بتنظف منظفه واشتغلت كوافير واشتغلت كل اشغالها الى ان بنت البيت، ها؟ وبنت المزرعتين حوالين البيت عشان تبيع، واولادها دلوقتي في الجامعه من واحده منهم دكتوره. يعني بتخلص الدراسه الطبيه. التمكين الاسري اللي هو الريفولفينج فاند او اللي مسميه مايكرو فاينانس والمايكرو كريدت. نمرة ايه؟ 5. نمرة 6 حق اللاجئ. أنا في رأيي الشخصي من حق اللاجئ في أي مكان في العالم يعمل ويتعلم ويحافظ على اللغة بتاعته ويحافظ على الثقافة بتاعته ويحافظ على هويته ويكون عنده وثيقة يسافر بها في أي مكان في العالم. دي كانت بالذات. وما حدث في لبنان حديثا يعني شاهد على هذا. وما حدث في من 50 سنة اللي فات أو في أماكن أخرى من إهمال لحقوق اللاجئين الفلسطينيين هناك، ده شيء يعني غريب يعني إيه؟ بشع يعني. طبعا 7 التعليم المجتمعي. أنا ما بحط طفل داخل غرفة وبفرض عليه مدرس ومنهج معين، بحجم فكر
نمو الفكر بتاعه ونمو الابداع ونمو اللي هو دايمنشن يعني محاور محاور ومجالات ومدارات اللي هو الابداع من عنده من الداخل. لغينا حاسس الرياضه لغينا حاسس الموسيقى لغينا حاسس التربيه الزراعيه لغينا الخلويات ها الاذاعه المدرسيه طابور الصباح وحطيناهم في غرف مغلقه غرف اسمنتيه وجبنا لهم واحد ولا واحده مسكنهم عصايه. كيف يخرج الطفل ده مبدع؟ الحلم المجتمعي التعليم المجتمعي والتعليم مرتبط بكل مكون مجتمعيه كجزء من المنهج الدراسي. الاسواق الشعبيه اللي اتكلمت فيها كتير قوي عندكم من البرسولين يعني الاقتصاد اسمك ايه؟ ما اسمك؟ ها؟ انا كل ما اقابل واحد يقول لي مريم فطيره واحده اسمها مريم والبوسنه واحده اسمها مريم بنتي اسمها مريم اسمي امي مريم اسمي زوجتي مريم خلاص وانت مريم كمان؟ ما تكونش انت عيسى انت كمان. لا عيسى انا عيسى حد عيسى؟ عيسى انا عيسى ولا مالي؟ يعني انت ابنها؟ خلفتيه امتى ده؟ المهم الاقتصاد يبنى على الانتاج الفردي. حذاري ان من يقول لكم ان الاقتصاد هو منحه من جهه معينه او من بنك او انت اسمك ايه؟ اقعد تقولي مريم. اخلاص. ها؟ اخلاص. الحمد لله اخلاص. يعني الفرد بتنتج في عملك الوظيفي الحكومي كم ساعه في اليوم؟ انت مكلف انك تعمل 8 ساعات. انتاجك او انتاجي نص ساعه، مش ممكن هنبني اقتصاد. مش ممكن هنبني اقتصاد، يبقى الاقتصاد هو الانتاج الفرد داخل المجتمع. ها؟ فالسوق الشعبي بيخلي اي حد ما عندوش اي راس مال يستطيع ان يبيع اي حاجه، خاصه في حاله اللاجئين والنازحين. الحلم التاسع الميه دلوقتي اصبحت مشكله في العالم كله. كله. ما بنيش سد او بير الا لما ابني حوالين المجتمع. يبقى الجزء من بناء السد والبير هو بناء مجتمع حوله. حتى لو بنيت بير لابد ابني حواليه حفيره. يعني ايه حفيره؟ حته حفره كده بتجمع ميه المطر عشان تغذي البير مره ثانيه. فكل واحد فيكم يختار له واحده من الثلاثه دول، ثلاثه دول، وانتوا لو عندكم احلام ثانيه اتكلموا فيها. انا بقى هخش في الوصف الوظيفي. معايا؟ ها اجيب لكم منقوش المنقوش ولا خلاص؟ ولا انتوا سقطتوا كلكم. كان عندي محاضره اسمها ايه؟ الكبار فقط. كنت انت حاضرها يا محمد؟ لا انت حضرت المحاضره الثانيه بتاعت الكبار فقط حضرتها انت؟ ولا انت اللوفه؟ كان في محاضره اسمها اللوفه اه؟ اللوفه هو اللي رتبها. الكبار فقط ده يعني الشارع اللي بيعمل في المجتمع لابد ان يعرف كافه المصطلحات المجتمعيه الهابطه والغير هابطه عشان يعرف هو بيتكلم مع مين. ما تقوليش اي مش عارف ايه؟ انا سمعت كلام من بعض اقارب المحجبات، المحجبات اقولها في التلفزيون كلمه ما اقدرش اقولها على الحتت دي والحتت دي والحاجات دي. ايوه يا امكن مع اسلوب بيقولوا كده وكده وكده احنا اتعودنا على كده. يا بنت انت كان جاي من ايه؟ من كوكب خارجي. فحذاري تعملوا في مجتمع ما تعرفوش بيتكلم باي لغه واي ثقافه والبيئه في كل بيئه ليها لغات مختلفه. يعني واحد كنت راكب مع واحد سواق تاكسي بيقول لك ايه؟ ما تخليهاش بيومي. ايه بيومي ده؟ قلت له بيومي. انا من اول صف ايه؟ انا من ايه؟ فيصل البت دي جامده جدي. دي جامده جدي. ايش دخل جدي في الموضوع؟ جدي اللي هو امي. ايش دخل في الموضوع؟ انت؟ نرجع بقى تاني. اداره الايه؟ الاخلاقيات الانسانيه. فين المقدار بتاعتك؟ احنا شفنا في ازمه اخلاقيه لقد راينا ان هناك ازمه اخلاقيه قيميه ثقافيه فكريه تنعكس على اخلاقيات تعامل العاملين داخل المؤسسات. اللي يقول ما عنديش مشكله اخلاقيه في مؤسستي انا اطلع لي بره واكلمه. انا شغال في 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 في, في, في الجو ده قرابه 40 سنه. ده كمان عند مين؟ ده عند اللي بيدعوا انهم اسلاميين واللي بيدعوا انهم غير اسلاميين. كل هو الغالبيه عشان ما ايه ما نعممش عشان ما ازعلوش.
بين بعضهم البعض وبينهم من الجمهور المكلفون بايه؟ بخدمته. وما انتن وانتم ونحن الا خدم لهؤلاء الناس. خدم معنى خدم، يعني ايه؟ يعني مرتبك اللي بتخدم المؤسسه اللي بتدفع لك اليتيم، بتدفع المرمله، بتدفع المسكين والنازح واللاجئ اللي قاعد تحت الشجره. لما حصلت القصف في ادلب من كام شهر كده، كان الناس عايشين فين؟ تحت الشجره. صح؟ قبل رمضان. اللي بيدفع لك وبيدفع لك مرتبك السنوي والشهري المراه اللي قاعده تحت الشجره دي، لان انا ببيعك سلعه. ده مش اخلاق، ده انحطاط في الاخلاق. خلاص؟ لقد اصبح العمل الانساني مهنه من لا مهنه له، وعمل من لا عمل له، ودور من لا دور له في المجتمع. ها؟ ومنصه يقف عليها من لا اصل له ولا قيمه له ولا خلق له ولا حياه له. ما بعممش، بس اصبح مجال جديد. واللي عايز يقابلني انا موجود بالانجليزي وبالعربي. ولو عايزين ارض نجيب، لو عايزين اي حاجه نجيب. خلاص؟ انا ما اقدرش ارى البنات والسوريات او النساء البوسنويات اللي انا ذكرت قصه واحده، اللي واحده فيهم بنت في عمركم، عمر الظهور. لما سافر سربنيتسا كانت اجمل بنت في المدينه. فالراجل الظابط خلوها لي فوق. خلوها لي فوق، دي 40 ل 60,000 بنت من بناتنا اغتصبوا. كانوا بيغتصبوا 5 أو 6 مرات كل يوم. باغتصاب ممنهج. فالبنت يقفل عليها الغرفه. ها؟ فكان ايه السبيل ليها؟ انها رمت نفسها من الشباك من الدور الثالث وماتت. لم تتحمل ان تغتصب. انا ما ينفعش اكون في العمل الانساني ده ومش قادر احس ان انا خدام البنت معانا، او اللي في سوريا حصل، او اللي في اليمن، او اللي في ميانمار اللي هو الروهينجا، او اللي في وسط افريقيا، جمهوريه وسط افريقيا اللي فيها مجموعه اسمها مجموعه اللي هو انتي بلكه، مجموعه السيف، لغايه دلوقتي بيعملوا تطهير عرقي. المسلمين في 130,000 لاجئ من افريقيا الوسطى، لاجئين فين؟ في تشاد. تشاد تأوي حوالي 400,000 لاجئ من دارفور ومن الكونغو الديمقراطية ومن نيجيريا عشان بوكو حرام ومن وسط افريقيا. تشاد اللي هي مش موجودة على الخريطة. ها؟ معايا ولا مش معايا؟ صحينا بقى من الفنكوش المنقوش المهموشي مش عارف ايه؟ وصلنا؟ طيب انا مش هتكلم في الادبيات. لابد ان احنا نكون عندنا اداره لها برامج. هات لي بتاع دي. انا بشبه المؤسسه زي العجله معجلتين، عجله للسياسات والبرامج وعجله للاخلاقيات والقيم والثقافه. ده مش لا ايمان. الاخت ياسمين كانت بتتكلم في الايمان. انا مؤمن بكده، مؤمن للنخاع. ولو احنا جبنا عجله بعجله واحده هنستعملها في السلك، صح؟ ما نقدرش نمشي بيها 100 ميل و50 ميل و40 ميل و1000 ميل. لا 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 ادي العجل اهي. بس حامل دي وخلاص. العجلة دي للسياسات والبرامج وكل حاجة. العجلة دي للأخلاق والقيم والثقافة والتاريخ إلى آخره إلى آخره إلى آخره. المؤسسة اللي بتمشي بعجلة واحدة هي مؤسسة عندها عين واحدة. عوراء يعني باللغة. عوراء دي لغة عربية؟ عوراء عوراء بقى ما تخليناش نبطل المقلعة دي.
ما ينفعش امشي اعور، ما ينفعش اكون اعور وبشتغل في المجتمع او اصم او ابله. كل دي من الاخلاقيات بتاعت العمل ايه الانسان العجلتين. خلاص شيل بقى ده عشان ما تستغلقش تاني. انا مش هخش في الحيثيات اللي هي الادبيه لان انا دي 11 صفحه ولا 12 صفحه. هي اداره ليست اداره الوعد والارشاد، لها برامج وتدريبات تطبيقيه داخل المكتب الرئيسي في المكاتب الميدانيه، انما اثنين اهدافها. يبقى لها اداره الوعد والارشاد ولها برامج وتدريبات تطبيقيه داخل المكتب الرئيسي وداخل كل مكاتبهم الميدانيه، يكون لها برنامج تعايشي. يعني ايه تعايشي؟ انا عندي نجوم في المكاتب الرئيسيه وفي المكاتب الفرعيه وعامه في عامه المجتمع. نجوم ماتت ونجوم عايشه. اخلي الشباب يعيشوا المرحله بتاعت معايشه النجوم دول. مش كل واحد كبر او انا دفنه. أسوأ شيء في العمل الانساني خاصه الذي يدعون انه اسلامي ما وحد كل من اصبح نجما. انه اصبح متعالج. اخوان يوسف. خطير جدا. حس انت متكبر. انا ايه مشكلتي ان انا بعرف اتكلم في التلفزيون او بتكلم في الراديو او الناس بتطلبني. طيب اقصر او بيقصر فرد مننا. وده اخطر شيء على عكس الاخرين. يكبروا من لا قيمه له. لذلك امتلأ الاعلام حاليا بالرويبوضات. الرويبوضات الكثر ليه؟ لان احنا قتلنا الابداع بتاع ابنائنا وبناتنا. وخرجنا بفقه جديد ليس له من المجتمع باصل اصل او اسس. وكلها مدارس فقهيه مستورده. من اجمل القصص اللي احنا بنقدر نتكلم عنها في الفقه اللي هو تنوع التعددي لمصادر التعليم الديني اللي مبنى على ثقافات مختلفه. بمعنى ان مثلا الازهر كان فيه خمس او ست مدارس او فقهيه كان بيدرس الفقه المذهب الجعفري الى الان في الازهر. معناه ان بنشوف الشوافع والاحناف والحنابله والمالكيه وكمان الدول الجعفريه. احنا مش بس داخلين في الحنابله، ده احنا داخلين في حاره من جوه حاره من جوه حاره من جوه حاره كلها سد. في جزيء من جزيئات الفقه الحنبلي والامام احمد بن حنبل والامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي ابرياء من كل هذا وده. والدليل على هذا ان سيدنا الامام الشافعي لما انتقل من ثقافه الى ثقافه اعاد كتابة الفقه بتاعه الأمة مرة أخرى. رجعوا مرة أخرى. وإذا كان الناس بتجتهد وتراجع من 1000 سنة، إحنا مين إحنا؟ عشان نخش من حارة جوه حارة جوه حارة جوه حارة نقول إيه؟ الشيخ قال، لا الشيخ ما قالش. أنا لغيت عقلي. إلى آخره. النقطة الثالثة والهدف الثالث. الرابع نتعلم من تجارب الأموات والأحياء ممن قبلوا بلاء حسن من قبلنا ولم يكذب عليهم ولم يكذب عليهم التاريخ أو من عمان عصروا وكتب هذا التاريخ. دي النمرة الرابعة. الخامسة في برنامج أن يكون في برنامج القائمين على هذه الأعمال من قيادتنا. الأصل بقى فيكم أنت. أنا هستثمر فيك. أنا لا أمزح. خفيش. عشان تكون هي المستقبل. انت جيتي امتى؟ انت لسه مريم؟ ما قلتش اسمك؟ وانت اللي مستخبي ورا، وانت. لابد ان افعل من هؤلاء قاده وانا لسه عايش. مش بعد ما اموت. لابد ان اورث العلم والمعرفه والخبره وانا عايش. والمؤسسه او الجماعه او الجهه التي تحتكر القيادة على فئة معينة من الداخل دي ميتة. ميتة وإن كان فيها بعض الروح. لأنها لا تستطيع أن تفعل نفسها من خلال المشاركات التمكينية للشباب. دول خمس أهداف. أخش بقى في الوصف الوظيفي عشان أنا طولت كده. الوصف الوظيفي أنا بتكلم فيه بقول إيه عشان إيه؟ في حاجات كتير بتفتحها.
خلصت في وظيفتك. أن نجعل أن نضيف فكرة في التوصف الوظيفي الجديد أن نضيف إليه محوراً أساسياً يجعل العامل والموظف والمدير والرئيس قادراً على، اسمعوني يا شباب، التفكير والقراءة والاستنباط وطرح الآراء والتثقيف ووضع الحلول التي قدر على أن يصل إلى معرفتها من خلال التثقيف الفكري الجديد الذي وظفناه له والذي صنعناه له وضعناه له. يعني أنت جزء من الوصف الوظيفي بتاعك أنك تفكر، أنك تستنبط، أنك تقرأ. بسأل سؤال قبل ما نختم، هل إحنا دلوقتي في مؤسساتنا في مكتبة؟ لا، مفيش مكتبة. هل إحنا عندنا ساعة أو نص ساعة للقراءة والتفكير والتدبر وإحنا في الموظف في المؤسسة؟ لا مفيش. ها؟ بقى بنتكلم ليه أنا هنغير الوصف الوظيفي؟ لأن أنت أصبحتي ترس في مكنة. ترس في مكنة. خلاص. بيجي لك برنامج يمشيكي. لكن أنت ما تستطيعيش أنك تعملي برنامج. أو فرد في قطيع. فرد في قطيع يمشي خلف الأمام. لكن مش قادر يبدأ المبادرة اللي كلمت عنها والإبداع اللي نتكلم عنه. ودي الهدف من هذا. طيب، أن نجعل دخل وصف وظيفي محوراً أساسياً هو جزء من عمل اليومي، هو القراءة، التدبر، المشاركة في الندوات، حضور المؤتمرات، كتابة أفكار جديدة التي حصل عليها من خلال قدرته على تثقيف نفسه، ثم طرح كل هذا أو بعضه طرحاً دورياً على رؤسائه في إدارته وعلى المسؤولين في إدارة الأخلاقيات الإنسانية. خلاص؟ أخش في الحتة الصعبة. 70% أو 80% من وقت الرئيس ما يكونش في الإدارة. ما يكونش في الإدارة أبدا. أنا مش هدفع لك المبلغ الكبير ده عشان تيجي تشتغل لي مانجر. أبدا. يبقى أنا الحمار يزعل مني لو وصفت بحمار. الحمار يعرف قدرة الحمير معه. فانا عينتك كرئيس يبقى انت عندك 80% من وقتك انك تجيب الافكار الجديده، تحمل مثلا من الاخر، تجيب فكره جديده، تجيب مبادره جديده، وتوجه المؤسسه من خلال رؤيتك في الخارج. لان انت بتحاول من الرؤيه الكبيره دي كلها انك تعلم المؤسسه الجديد من خلال ايه؟ مسافرك الى ده الرئيس. المدير التنفيذي يبقى 70% تقريبا نفس الموضوع، ولا يدير بطريقه مانجر، يدير بطريقة دايركت يعني موجه. هناك فرق كبير جدا 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 بين التوجيه والإدارة الفردية. أنا مش مانجر لأن أنا دايركت. الدايركتور في اللغة الإنجليزية يعني دايركت يوجه. مش تو مانجر يعني إيه يدير الشخص أبدا. فده اللي هو السي أو بنتكلم عنه أو مدير تنفيذي يكون 70% من وقته علشان يجيب كل الحصيلة من الخارج دي ويضعها على الطاولة لأن مرتبه عالي. أحد زملائي كان هو السي او بتاع الصليب الأحمر البريطاني كان بياخد 250,000 جنيه في السنة. الناس كانت بتصور لأنه كان عامل زي النحلة في العالم كلها. الدخل بتاع الصليب الأحمر كان حوالي نص مليون، مش نص مليون، 400 ل 500 مليون جنيه استرليني. هو كان وظيفته إنه يربط الصليب الأحمر بالعالم كله. وده اللي بيدوه الشركات الكبيره لمدراء البنوك الى اخره. انا مش بقول كده، بقول بس دوره هو ايه؟ سي او. ما يقعدش في مكتب عشان يمضي شيك. ما يقعدش في مكتب عشان يجيب دي حاسبها، لان في تحتيه مدراء. تحتيه مدراء اقل منه. فاهمين انت دلوقتي الوصف الوظيفي؟ ننزل تحتيها اللي هو اللي مدير القطاع اللي بحوالي 50 ل 60% اللي هو هيد اوف ديفيجن. وال 40% للاداره التوجيه. بعد كده هو المدير التنفيذي المتوسط، يبقى 40% منه للتفكير والقراءه والحاجات دي، و 60% للايه؟ للعمل التنفيذي، وهكذا نفضل نازلين. فلابد ان اردنا ان نخرج بكل اعمالنا لحيز الابداع، فلابد ان نجد في داخل
المؤسسة حيز للتفكير وحيز للقراءة وحيز للاستنباط وحيز للنقاش، وإلا هنفضل زي ما احنا وحتدوس علينا كل الأمة كما نحن مداسون أو نحن مداسين إلى مداسون. أتكلم عربي أنا كويس؟ الحمد لله. أنا كده خلاص، لأن أنا عايز من هم أحسن مني كل واحد فيهم يختار له حلم. خد حلم؟ رجع الأحلام تسعة ثانية يا يوسف. يا يسري أنا زوجتي اسمها يسرية يا أختك؟ اه طبعا أخت. بس منين؟ كم زوج يعني؟ يلا خلاص في زوجة واحدة. كل واحد فيك يختار له حلم وأنت تختار حلم. ما بدك كلام أول واحد خلاص خلص. لا بس هيتنفس بقى. لا انت بقى في حته ثانيه بقى، خديني كده. لا انت هتغني نفس الاغنيه ما ينفعش، ام كلثوم لوحدها بس تغني. ده عبد الحليم حافظ، ده عبد الوهاب. ها ايه ولا انت وديع صح؟ طيب وانت يا حيد انت مين؟ انت دخلت اليتيم. خلاص مين يبدا الاول؟ الجاهز يبدا. ان انا مش جاي عشان اتكلم. الثالث انا مش جاي عشان اتكلم. خلاص خلاص الكلام. انت 50% اللي هو النادي الكريم الحلو زي ما هو كده. ماليش دعوه انت بيها، هي تختار اللي عايزاها، ما تحطهاش تحت ادب. انا سالت بس احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بس نفسك اسال روحك. ام كلثوم مين اللي هيبدا الاول؟ انت جاهز؟ خلاص نبدا بس ما تبدعناش كلنا. انا من ده احمد الحيد نقول له يا حوت. يا دكتور هاني اما حتتين بعد اذن حضرتك، بس هل ممكن تفتح النقاش في اللي حضرتك تفضلت فيه ولا لسه؟ كله هيفتح في الاخر. طيب لان انا ما ينفعش ان انا يكون في ناس مبدعين في الغرفه وغني انا لوحدي. طيب لما اتكلم عن موضوع الايتام اللي بيطلع الفلوس من جيوب الناس كلها دلوقتي، واي جمعيه او اي منظمه عايزه تجمع تبرعات تعمل مشروع الايتام، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. فالجميع بيطلب، اي انسان يطلب. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انا ومنفق اليتيم؟ طب انا واللي طلع فلوس كتير. طب لا، انا وكافل اليتيم. الكفاله مفهوم شامل ومفهوم عام. الكفاله دي معناها تمكين هذا الفرد. انا النهارده انفق على اليتيم اكل شرب. طب واليتيم ده هيصبح ايه؟ 18 سنه بالقانون العالمي وبالقانون الشرعي لم يصبح يتيم. اي منظمه او اي جمعيه اسلاميه وصل يتيم ل 18 سنه ما تقدرش تصرف عليه كفاله. خلاص. طب يعني ايه خلاص؟ زي بالظبط المريض اللي هو يعني في ايد الطبيب، القلب بتاعه تعبان، هيسيبه لحد ما القلب بتاعه يقف؟ ما هو الضخ هيقف، الفلوس هتقف. يبقى 18 سنة اليتيم في رقبتي عشان أمكنه من الحياة. موضوع الكفالة هو موضوع التمكين. كتير لما كنا بنتكلم الصباح عن رأس المال البشري في العمل الطوعي، كتير احنا بنبقى عايزين ننفذ الخدمة، لكن مين فينا اللي شايف الخدمة دي هتعمل ايه في المجتمع؟ مين فينا اللي شايف الخدمة دي هتخرج مجتمعات راقية ومتطورة وبتبني ذاتها وبتبني مجتمعات أخرى؟ إخواننا في المنظمات العاملة في تركيا، اللي هي التركية، بيعملوا حاجة اسمها توطين الخدمة أو توطين العمل الطوعي. ليهم مكاتب في كل دول العالم ويأتون بوفود يتعلموا عندهم هنا. تمكين، مش مجرد ان انا بأشبع حاجة الجوع، مش مجرد ان انا بداوي جرح وانتهى الموضوع. لا فعلا ده حلم، حلم كبير يعني، حلم كبير وحلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم. انا على فكرة الموضوع انا مختار، انا كنت يتيم عمر سنة، يعني لم ارى ابي ولم اعرفه. فهذا التشريع العظيم الذي لا تجده في اي مله او فكره على مستوى الارض
إلا في فكر الإسلام تمكين، تمكين اليتيم وليس الإنفاق على اليتيم. فإخوانا أيوة التمكين كل شيء بأهله للحياة، يدرس ويكتسب خبرات، لا أبخل عليه بخبرات. المقولة الأولى الدكتور هاني البنا أعطي يعني أدي كل اللي عندك. يعني أنا مش بتعامل، أنا فعلا لازم أشتغل في العمل الطوعي بعقلية الاستثمار. أنا بعد سنة 2 3 10 سنة فين؟ طب أسيب أثرهم. فموضوع اليتيم مستحيل لن تنجح هذه الأمة لو موضوع اليتيم أصبح أكل وشرب ونوم وعلاج، ولم يصبح إطلاقا. إن أنا أقول يعني مثلا نموذج بيل جينس ده، طب ما أنا أخليه من الأيتام اللي عندي فيه بيل جينس حاجة ده مايكروسوفت بيل جيتس بيل جيتس أيوة بيل جيتس، أخلي حد من الأيتام الشكل ده عمر بن الخطاب، أخلي حد من الأيتام اللي عندي هو عمر بن الخطاب، هو الذي يرسي العدل في هذا العالم. ليه أبخل مع إن أنا معايا الأموال؟ طب أبخل ليه؟ لا أستثمر هذا المال، لا أستثمر هذا الإنفاق. لذلك كانت كفالة ولم تكن إنفاق. يعني إن شاء الله نرى هذا الحين. كلام الله خير. لا بحاضر اكتب الاسئله في الاخر. احنا قاعدين الصبح، انا قلت ما عادش هروح النهارده. يا ما خير، ما احنا صدقنا ان حد يسمعنا، حد يسمعنا على لسه انا لسه بسخن. الكفاله معناها ايه يا مريم؟ تعالى في جنب، تعالى في جنب هنا. مش اسمك مريم؟ في مريم ثانيه. وكفلها زكريا، يعني معناها ايه؟ معناها ان اعملها كبنته معامله كامله كده، مش ب 20 دولار، كده مش ب 50 دولار، ده تدليس انا بقولها وانا مسؤول عنها كده. انت ورسول كده بما كيفيه معاملتك لليتيم او اليتيمه المعامله كما تعامل ابنك او بنتك. وزي ما اتكلم اخونا احمد، الكفاله هو التمكين الى ان يستطيع او تستطيع القدره على الكسب حتى ولو تعدى 18 سنه. لان في الاخر 18 سنه مش متعلم حرفه، بنفخه او بنفخه بس في الاخر، ما ينفعش. حصل مثلا في احد الجمعيات في بلد ما في اليمن، احنا معانا شباب من اليمن، دكتور اخونا عثمان كان مسؤول ما في اللي هي جامعة العلوم والتكنولوجيا، صح ولا غلط؟ ومسؤول في البرمجة إلى آخره، في الأمانة إلى آخره، هو وأولاده، وأنا متشرف بيكم إنكم يعني جيتوا وتشرفوا النهارده. أهلا بيكم. الله يرحمه. ربنا يرجع الأيام الجميلة بتاعتنا مرة ثانية. آمين يا رب. آمين. فلما نتكلم عن تمكين اليتيم مهم جدا. مهم جدا 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 ان في المدرسه اللي كان الايتام عندي كلها من دول، بعض الايتام كان السن العمري بتاعهم 16 سنه وخرجوا. بقى مين اللي خدهم؟ مين اللي خدهم؟ القاعده. فجت احد السفارات بالقائمه اللي كانت مكفوله بهذه الجمعيه، وشوفوا ابنائكم اصبحوا ايه، لان سبتهم في سن خطر جدا. فالدير خدوهم ودوهم فلوس وكذا 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 وكذا. فنتعلم ان الكفاله معناها تمكين، حتى لو كان بقيت تمكين في الجامعه كمان بعد الدراسه الجامعيه. شكرا يا اخت مريم. طيب اخونا علاء، الحلم الثاني، وكل عنده اسئله اهلا وسهلا، وعنده احلام اهلا وسهلا، لان انا مش عايز اموت قبل علاء ما يحقق لي حلم. يلا يا عم علاء. شكرا على سيختك. طبعا انا واقف جنبك وشو ما الحديث عن الاهتمام كحاله من حالات المجتمع ينطبق على الحلم الثالث اللي في الشركه. ثالث فين؟ بمعنى انه مش المطلوب ان نقدم للمجتمع انقاذ اغاثي بمستوى اغاثي الاكل والشرب. لازم يكون المشروع تبعنا اوسع من ذلك، شيء له علاقه بالعلم، لانه ما
مخرجك الأساسي هو التنمية. بس السؤال اليوم، كيف ممكن تفرض أنت على المانح أن يقسم برنامجه إلى قسمين؟ قسم يتعلق بالإغاثة المباشرة سواء كانت صحية أو كل الأشكال الأخرى، أو قسم يتعلق بمشروع تنمية يستطيع أن يخرج هذه المجموعة البشرية من مناطق العنف إلى دائرة الإنتاج. رقم واحد، لازم تمتلك القوة المناسبة للتفاوض. لا يمكن أن تفرض على المانح أن يغير سياسات إذا لم تكن تمتلك القوة المناسبة للتفاوض على المانح. وأنا شفت كثير من حالات تفاوض جيدة قامت فيها المؤسسات الكبيرة واستطاعت أن تفرض على المانح تغيير السياسة. حتى تكون قادرة تفرض قوة على المانح لازم تتمتع بقدرتين. رقم واحد، عنصر القوة اللي عندك هم الناس نفسهم، لأن قضيتك الأساسية تكون قريب جدا من هؤلاء الناس لتقدر تعكس همومهم ومشاكلهم بطريقة صحيحة. العنصر الثاني، حوكمتك الداخلية لكي تقنع هذا المانح أنه يستطيع أن يسأل لأدائك العام تقديم هذا التقنيه بأفضل الشيء. هذول الشرطين إذا تحققوا بأي مؤسسة أنا بتصور قدرتك على التفاوض بتكون أفضل بكثير، ولم تخضع لشروط المانح بدون نقاش. اللي ممكن يحسن من قدراتك على التفاوض أيضاً هي التحالفات. كل ما تحسن التحالفاتنا المشتركة كعاملين بالشأن العام كعاملين مدنيين، هذه التحالفات تخلق منك أيضاً قوة أفضل في عملية التفاوض. ورؤيتنا اليوم أنه تنضج في سوريا من خلال المؤسسات المختلفة والشركات المختلفة ظروف أفضل للتحالف، وهذا التحالف يمنحك نقطة إضافية لأنك تمتلك مجموعة واسعة من التخصصات وبالتالي قادر أن تعكس حلول المشكلة بطريقة أفضل. إذا فلنفكر من الأسفل إلى الأعلى، أفضل علاقة مع الناس لأنه مصدر قوتك، أفضل حوكمة داخلية لأنه هيك بتعكس أنه أنت مؤسسة حقيقية مش بتكاين مفتوح، وأفضل ما يمكن من التحالفات مع الآخرين لتحقق الأهداف المطلوبة. بهذه الطريقة يمكن أن تكون مفاوض جيد، ويمكن أن تفرض على المانح شروط إضافية وتعكس مصالح الناس وننطلق لمشروع التنمية للمستقبل بشكل جيد. يعطيكم العافية. جزاكم الله خير. خونا علاء. خونا علاء اتكلم في رؤية مستقبلية لتطوير عملنا الاجتماعي وعملنا المؤسسي. المفاوضات ومجموعات العمل، ضغط وكل هذه الاشياء، لان مش ممكن هنستطيع نغير سياسة اي مانع مهما كان الا ما نكون كتلة. فهنا التحدي كبير في الشخصنة والانانة واللوجو اللي هو الشعار. شعار مين؟ شعار مين؟ وليه انا اجيب دول معايا؟ انا مش عايزهم، انا حاطط عليهم اكس اكس ليه؟ كل مكون مجتمعي في وطني له الحق ان يكون شريك ليا، وكل مواطن في الوطن له الحق ان يكون شريك معايا مهما اختلفنا في العقيده او في الثقافه او في القيم. نشترك في شيء واحد اللي هو اسمه ايه؟ الوطن. حاضر. بس دي الاخت ياسمين وتقول الحلم بتاعها هتحققه. ما انت فاكره يعني تعالي كده صارت لك حلم؟ تعالي يلا تعالي في جنب كده، وبعدين هنفتح الجلسه وهم اللي هيجاوبوا على كل الاسئله وانا اقف جنبهم كده. هاتي كمان كرسيين يا يوسف. انت رجعش اتكلم؟ انا ايه ما اتكلمت مش كده فكرة؟ انا حاسس ان انا اتكلمت كتير يعني. لا انا ممكن اتكلمي على حلم من احلام انا. كلميهم هم واقنعيهم. طبعا اقنعيهم مش معاك انا. اكيد انا خوفك ان شاء الله. انا اعتقد قضية اللاجئين هي قضية قريبة من قلبي، لان احنا في كندا طبعا كندا استقبلت عدد اكتر من 25,000 لاجئ سوري وجنسيات مختلفة. فأنا الحقيقة مهتمة جداً ومعنية بتغيير الثقافة حول اللاجئين. ففي كندا مثلاً وفي تركيا وغيرها بنوصل لمراحل نلاقي إن الناس تقعد تقول أخذوا أشغالنا وهم خدوا عملوا ضغط على المرافق والموارد بتاعة الدولة والكلام ده كله. فأنا يعني هنضيف جزء من الحلم لحلم الدكتور، ان احنا محتاجين نفهم مسؤولية كل الدول عن اللاجئين دي، لان هما في النهاية
سواء موقف كندا السياسي او مواقف الدول السياسيه هي اللي كونت وعدم وقوفها في 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 وجه الظالمين والانظمه الفاسده والمستبده هي اللي في الاخر خلقت مشكله اللاجئين، وبالعكس التدخل السافر في شؤون البلاد ومنع الناس من تقرير مصيرها وغيره هو اللي في النهايه ادى لوجود مشاكل اللاجئين دي كلها والناس اضطرت تسيب بلدها. ففي النهايه الشخص ده ليه حق بمعنى حق على كل الدول المتسببه في او مساهمه بشكل مباشر او غير مباشر في خلق الازمه دي، وفي نفس الوقت طبعا حق انساني وحق الكرامه. عشان كده انا كنت قوي من بعد الدكتور هاني حاسمه وصارمه، واحنا بنشتغل عند الناس دي واحنا مسؤولين عن الناس دي، والناس دي ليها حقوق وليها كرامه وليها. الناس دي خرجت من بلدها كان عندها اشغالها، كان عندها انا اذكر قصه ان احنا كان في انا اقل واحده اشتغلت مع اللاجئين السوريين في كندا، في كان في فرق عمل رائعه من المتطوعين من المجتمع كنديين مسلمين وغير مسلمين عرب وغير عرب، عملوا فرق عمل وكل واحد مسؤول عن اسره يوفر لها حاجاتها ويجمع تبرعات ليها وغيره. فكان احيانا على الجروبات الاقي مثلا تعليق ايه ان مثلا واحده اسره سوريه الزوجه مثلا او الام في الاسره محتاجه سجاده بس عايزاها بمقاس معين، لان هم متعودين اعتقد صححوني لو غلط ان في سوريا السجاده بتبقى ماليه الصاله كلها مثلا مش قطعه صغيره او حاجه زي كده. فتدخل واحده مثلا تعلق تقول هم هيتامروا يعني بلهجه زي كده، فلقيت ناس لا وعي عندها وعي تدخل تعلق تقول الست دي كانت في بيتها بتنقي لون الفوط ولون مش عارف مين، وعندها بيت مهيئ ومعد وكرامه وكل ما تتمنى، بيجي لها لحد عندها مفيش حاجه اسمها انزل انا اجيب حاجه بنفسي وغيره، فليه ما يكونش عندها حق في الكرامه دي ونفس الحياه الكريمه دي في مجتمعها؟ فاعتقد ان احنا الشغل مع اللاجئين يبدا اولا بتغيير الصوره الذهنيه النمطيه عن اللاجئ وبنايه الفكره القناعه والايمان اللي هو هيغير السلوك تجاه اللاجئين. تاني حاجه هي عجبتني جدا فكره المحافظه على التراث واللغه والثقافه والقيم والدين، لان مش مطلوب من اللاجئ ان هو عشان يروح مكان تاني يبدا يتخلى عن هويته ويتخلى عن قيمه ويتخلى عن دينه وعن ثقافته وغيره، وفي بلاد احسن من غيرها في ادراك ده. يعني مثلا في امريكا ثقافه حتى مع المهاجرين مش بس اللاجئين تختلف عن كندا، في امريكا في بتسود اكتر ثقافه الميلتنج بوت او البوتقه الانصهار اللي هو تيجي لا انسى بقى تاريخك انسى كل حاجه تعالى خليك شبهنا خليك زينا اعمل اللي احنا بنعمله عشان تبقى امريكا عشان تبقى امريكي. في كندا في ثقافه الاوركسترا اكتر ان كل واحد بيعزف اله مختلفه عن الثاني وليه مهارات وقيم وثقافه مختلفه عن الثاني، لكن بنتعلم نشتغل مع بعض ونعزف مقطوعه موسيقيه جميله جدا مع بعض. فمحتاجين برضو ان الدول يكون بقى في نوع من التوعيه والضغط وغيره والتثقيف، ان الدوله نفسها كمان تتعامل مع اللاجئ على اساس ان هو شخص اعتباري وليه ثقافه وليه دين وليه غيره، وده ليس خطر على المجتمع بالعكس ده اجراء، واحنا في مشروع سلام بنتكلم عليه تحت اسم الله الواحد والاحد التنوع والاستفاده من التنوع ده، والبلاد تأتبنا على الدايفرستي والتنوع وتنتهي معها مشاكل العنصريه وغيره، الى جانب اسم الله الجامع برضو فهو فيه فرديه وفيه عمل جماعي مجتمعي. فعشان كده انا شايفه ان التعامل على الحلم ده يجي محور تغيير الثقافه حول اللاجئ وحقوقه، وفي نفس الوقت حول ايه الدور لما يجي المجتمع الجديد ده، وتالت حاجه يعني ما نطلبش منه هو يتخلى عن ثقافته، وتالت حاجه العمل مع اللاجئ نفسه على اساس ان هو نفسه عقليته ان هو مش كل حاجه انا عايز ارجع بلدي انا عايز ارجع بلدي انا عايز ارجع بلدي، وموقف حياته تماما عن ستاند باي، لا عايز يدرس ولا عايز يشتغل ولا عايز يشتري حتى بيت لما يبقى عنده امكانيات وغيره، لا مرتبط ان هو عايز يرجع ويعيش حياه ليس لها معنى، لا اينما زرعك الله اثمر يبدا يساهم ويساعد ويبني ويعمر ما في مكانه لمصلحه البلد اللي هو فيه، مش كل حاجه باك هوم باك هوم. احنا دايما عندنا مقوله اللي هي يور باك هوم از يور باك يارد، يعني خلي بالك الاول من البلد المكان اللي انت فيه ربنا حاطك فيه.
وبالتالي بيقدر يعيش حياه سعيده. وفي ناس نماذج جميله جدا جت كندا من السوريين، واحد منهم مثلا اسرته عملوا مصنع شوكولاته بخلطه هو كان عاملها في سوريا، والمصنع ده انتشر واشتهر جدا، وجاستن ترودو نفسه بقى يشتري منه لما يروح بلاد معينه كرموه طبعا، وطلع في الجرايد والتلفزيون ووسائل التواصل، وبقى رئيس الوزراء الكندي بياخد من الشوكولاته دي لرؤساء العالم لما بيسافر عشان يوريهم التجربه الناجحه للاجئين. فهو اثراء وهي ليست عبء، وليست عبء لهم حقوق على المحاور الثلاثه، محور الثقافه حول اللاجئ، فكر اللاجئ نفسه، وفكر الناس اللي بتستقبل. شكرا ياسمين، شكرا. هاي عودنا. أنا زي ما قلت في الواتس أب، في المجموعة الواتس أب، أنا مش هتكلم كتير لأن أنا ما أقدرش أتكلم في وجود نجوم. كل الأسئلة اللي عندكم تعليقات وجهوها ليهم، وأنا هأدير الجلسة فقط عشان ما حدش يوجه لي أي سؤال، لأن أنا أقلهم علما، أنا أقلهم علما. يلا مين هيبدا يبص الشريط الاسئله؟ اتفضل. او عندك انت حلم قوله. بس في حاجه قبل ما نستقبلها، نبني على كلام اخونا علاء اللي هو التكتل، وعمل مجموعات الضغط، وعمل اللي بنسميها اللوبينج جروبس، وعمل الاتحادات علشان نكون قادرين على تغيير ثقافه المانح، وكذلك سياسه اللاجئين، وكذلك هنا مفهوم اللي هو من هو اليتيم وكفالة اليتيم من آخره. مش هنقدر نعملها بمؤسسة فردية حتى ولو كانت ميزانياتنا مليونين، ده هيكون فنكوش في المهلبية. ممكن ده هو لسه هيكلم. انا قلت بس اخر اتفضل. بداية اشكر طبعا الاساتذة على ما تفضلوا به، لكن لدي سؤال. شرحوا لنا ما اليتيم، تحدثوا لنا عن ماذا يجب يعني تغيير قناعات المانح تلك الأحيان، تحدثت الأستاذة أيضا عن اللاجئين. نريد كيف نحقق هذه الأحلام، لا نريد أن نشرح الأحلام، كيف نحقق هذه الأحلام؟ ليس شرح للأحلام. لدي سؤال الأستاذ أحمد، تحدث بأن في القانون سن 18، نعم في القانون هو الذي يحدد البالغ من عدمه، أو هذا قانون وضعي، لكن تطرقت أيضا وقلت في الشرع، فهل هناك دليل على بأن الشرع قال في 18 ينتهي كفالة اليتيم؟ أيضا الأستاذ علاء جزاه الله خيرا، هل يكفي بأن نقنع الجهة المانحة لنحقق الحلم بأن نقتطع من المساعدات ما هو تأهيل للمحتاجين على مبدأ علمني كيف لا تعطني سمك وعلمني كيف اصطاد شكرين؟ انا بسحب كمان اثنين مداخلتين من اثنين تانيين عشان ثلاثة. طيب انا شفتك بعد ما شفت اشوفه اللي شفته ولا ما شفتوش؟ حلوة دي، اشوفه اللي شفته ولا ما شفتوش؟ لو شفته هشوفه، بس لو شفته مش هشوفه. تعالى اللي شفته. بقى ما فيش اخت حتى، انا ايه هتقعدوا ساكتين يا بنات؟ هتطلع اصلا. اتفضل سؤال. عن الحلم في حلم ثاني. طيب حلمي انا يمكن بقية اصدقائي هم موجودين بالقاهرة يعرفوه، هو مجال اليافعين. اليافعين يعني اليافعين اللي هن بين عمر 10 و 14 سنة، اللي هن طلعوا من دول من سوريا وجوا لهون ضايعين. ضايعين اخلاقيا، ضايعين فكريا، ضايعين مهنيا، هويتهم ما عندهم هوية ما عندهم، عم بيدخلوا على المدارس حتى بالتعليم بنظام تعليمهم هن ضايعين، واغلبيتهم تركوا التعليم واتجهوا للمجاري، واتجهوا حتى للشوارع، صرنا اتجهوا للمخدرات وصاروا عم يتعاطوا مخدرات بالشوارع. فكان حلمي انه عم يشتغل عليهم هلا بعده برامج، شافت الاستاذه ياسمين الاسبوع الماضي نموذج منهم، الحمد لله عم نحسن نقدم شيء. طبعا مو انا وفريق عمل يعني. ايوه تعملوها انت يعني برامج الدعم النفسي، الدعم النفسي الاجتماعي، برامج تنميه فكريه، عم نطلعهم مخيمات، عم نحاول نعدل السلوك تبعيتهم، نبني قيم من اول وجديد. تدريب تدريب. جزاكم الله خير. اخر تعليق او سؤال هنا عشان الاساتذه هيردوا على كل هذه الاسئله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقه من خلال الساعه
سنوات قليلة في العمل الخيري اللي بدي ارجع زي زمان. نرجع زي السنوات الأولى من بعد العهد النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين والخلفاء اللي بعدها. اللي كان عندهم الأوقاف، نظام الوقف. يعني حتى في دولنا الإسلامية وزارة الأوقاف اللي بتدير المساجد، هي المفروض تكون إدارة المساجد مش وزارة، ولكنها هي إدارة الأوقاف. الأزهر عندنا يملك كثير في مصر من الأوقاف، تجالس مع مدير بيت الزكاة فرع في مصر في الكويت في القاهرة، فراح بيقول أنا عملت تبرع للأزهر بمليون جنيه. يعني هم يعدوا 50,000 دينار، مبلغ صغير يعني. فبقولت يعني هذا مبلغ صغير شو سوي، بس هو عنده شرف إنه هو راح وقع مع الأزهر كبيت زكاة كويتي فيها حكومية. هذا الاتفاق يعني، وهذا الاتفاق فأنا بقول إن الأوقاف هي تحقق إيراد ذاتي للمؤسسات وتحقق تنمية اجتماعية اللي احنا بنحلم بيها وقاعدين نتكلم عنها. احنا قاعدين نتكلم عن تمويل أجنبي والأمم المتحدة وتحكموا فينا وإدارة الصراع، وإخواننا قاعدين لسه في رشا بنتكلم فيها. فأنا بقول إن احنا الفكرة موجودة أصلا إسلاميا من 100 سنين، والفكرة موجودة ومطبقة ولها أحكامها ولها قوانينها ولها تجربتها، وما زالت موجودة في كثير من بلادنا. في إدارة العمل الأوقاف موجودة في الكويت ما شاء الله، يعني ملايين إدارة عمل الأوقاف، يعني اللي بيديرهم إدارة وزير، هي عبارة عن أوقاف يعني تحقق الموارد الذاتية لهذه المؤسسات وتساعد على تأمين الإسلام. طب ندي الميكروفون مين أول؟ ذكرها الشرع على موضوع اليتيم، ان اذا وصل الشخص الى مرحله البلوغ والتكليف بعيدا بقى عن التكليف 15 عام سمح الرسول عليه الصلاه والسلام للمشاركه بالغزوات. انا لن اخالفك، اسمعني للنهايه. هذا لا اقصد، لا اقصد سن 13. انا اقصد ان احنا نكون على فلسفه وثقافة تمكين هذا الشخص بغض النظر عنه، بغض النظر عنه. هذا فعلا الشيء الثاني مكنه، وبعد كده وزي ما الدكتور عقب أمكنه حتى لو وصل 25 سنة عشان يحصل، لأن احنا في أشياء المجتمعات العربية والإسلامية تعامل الله عز وجل كده يعني بالسنتي، إنما لا، الموضوع مش كده، الموضوع بالمدلول، بالتغيير، بالأثر. يعني أنا الآن أكمل مع يتيم ناقصته 2 أو 3 سنين عشان يتم تمكينه واصرف عليه ربع اللي صرفته قبل كده، ولا أبدأ مع يتيم جديد؟ لا، أنا أكمل وأسلمه، يبقى أنا سلمته هو يعني إيه يربي 10 غيره. بس كيف حق الحلم؟ حكيت يمكن عن مجموعة من الشروط الأساسية اللي بتخلي عندنا خطوة أفضل على التفاوض، لأنه الحقيقة زميلي العزيز اليوم حجم الكارثة السورية، يعني محتاجين لمشروع ماري شرمان، وبالتالي لا تصور بالموارد المحلي ممكن تجاوز، رح يكون في دائما الدعم الدولي. بس نحن نعمل هون مراد الدعم الدولي بيجي، بدل ما يجي بشروط الداعي فلنسعى لأن يكون بشروط حاجات الناس أولا، لأنه في جدول أوليات ضخم اليوم في سوريا، قضايا الصحة والتعليم والمواصلات والنقل وهذه القضايا. إذا لم تدار هذه العملية بكرة في مرحلة المعاش المبكر أو إعادة العمل، إذا لم تدار بطريقة صحيحة ستكون البلاد في فجوة تنموية مرعبة لن يمكن تغطيتها بعقود من الزمن. عم نحكي اليوم وأنت في المحاضرة عن 23 مليون سنة دراسية ضائعة، هي خلقت اليوم فجوة جيلية على مستوى الجيل المتعلم لم يكن سهلاً. لذلك أنا هلا عم بحكي يجب أن نقوي إمكانياتنا علاقتنا بالناس لأجل أن نصبح رقم يصعب تجاوزه، وأن نكون شركاء في تخطيط مستقبل سوريا على كل موائد التفاوض. المتفاوضين يناقشون المستقبل السياسي لسوريا، من سيضع آراء الناس ورغبات الناس ومصالح الناس على هذه الطاولة من هؤلاء النشطاء العاملين في الشأن المدني العاملين في الشأن الإنساني، اللي لازم يستقوا لأنه أن يجري تغيير مستقبل سوريا لمصلحة الناس. وهي برأيي اليوم عم تتكون بذور جيدة هنا وهناك حول ذلك،
واصبح المجتمع المدني ليس من السهل تجاوز قدراته على التأثير. الآليات لموضوع اللاجئين في كذا شق لتفعيل ذلك. أول واحد منهم هو شق سياسي ويمكن يتحمله أكثر الناشطون، لأن إحنا مثلا في كندا لما عرفنا إن كندا تعهدت مع الأمم المتحدة إن هي تستقبل 10,000 لاجئ سوري ومضت فترة طويلة وما فيش ولا حد منهم وصل، بدأنا نعمل حملات إن كل حد من المهتمين والتوعية يكلم يبعث إيميل أو يكلم عضو البرلمان الخاص بالدائرة تبعه ويطلب توضيح ليه كندا لسه لم تستقبل ولا لاجئ سوري من العشرة آلاف اللي المفروض تعهدت باستقباله. وبالفعل عملنا ده وكل حد شارك في الحملة دي تلقى خطاب أو إيميل من عضو البرلمان بتوضيح إمتى هيوصلوا، وفعلا كان في نوع من الضغط معين في إن إحنا عايزين نستجوز الحكومة على إنتوا إلزامكم بالتعهد ده إيه، وبدأوا يوصلوا فعلا في نفس السنة بعدها بشهرين أو حاجة، وكندا هي استقبلت أكتر من 10,000 أكتر من 25,000. فده كان واجب ودور علينا إحنا اللي كان عملوا كدور سياسي لدعم اللاجئين. أكيد في دور مؤسساتي وقامت بي فعلا المؤسسات الإسلامية في كندا، وأنا كنت عضوة في أحد هذه البرامج اللي هي برامج تأهيل اللاجئين الجايين، إن إحنا نقعد معاهم ونعرفهم البلد وثقافتها ونشجعهم إن هم يشاركوا ويسهموا ويتعلموا وإزاي يحصلوا على الخدمات وإزاي يحصلوا على الحقوق وغيره. وطبعا أكيد جزء من ده إن هو إحنا عايزين نفهم إيه المعاناه والمشاكل ونحاول نحببهم في المشاركة وإن هم يكونوا جزء فعال من المجتمع. إلى جانب طبعا العمل المجتمعي اللي برضه قضيت أمثلة عليه من الناس أفراد وجامعات بيحاولوا يوفروا الحاجات دي للاجئين، الحاجات الأساسية ليهم، ويعملوا علاقات معاهم بحيث إن هم فعلا برضه يبدأوا يعرفوهم الثقافة ويحاولوا يحببوهم في المشاركة والثقافة في البلد. وأخيرا الجانب الإعلامي، لأن ده مهم جدا جدا في توعية المجتمع وتوعية اللاجئين وتوعية النشطاء والمتطوعين وكده. في عمل أفلام وعمل يعني انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الصحيحة عن اللاجئين. وأنا شايفة وده يمكن نصيحة كمان للناس اللي هنا في تركيا وبيعانوا من العنصرية وغيره، إن يبدأ اللاجئ ياخد كمان طبعا بالتوعية برضو والحاجات دي، إن ياخد الدور بقى أكيد وهو مش منتظر المؤسسات وغيره، ويبدأ يروح يتطوع في المؤسسة التركية أو في كندا في المؤسسة الكندية ويوري ثقافته ويوري حاله ويوري إن هو عضو فعال. وزي أنا شفت مبادرة جميلة جدا إن هنا في تركيا بعض السنين عملوا فلافل وصواني فلافل وبدأوا يوزعوها والناس بتاخد منها، فيبدأ يفهم إن الشخص ده شخص عايز يعطي وعايز يشكر على المعاملة الطيبة وغيرها بقى من المبادرات، فهي تقع على عاتق الجميع. شكرا شكرا جزاكم الله خير، نشكر المنصة، خليكم قاعدين مش هنروح النهارده. هتيجي هنا جنبي؟ تمام تعالي. وبعدين حضرتك وبعدين حضرتها ثلاثة بس لو اخترت ثلاثة اتفضلي. لا تعالي انت الاول لان مفيش نساء اتكلموا. وجه سؤالك او تعليقك اتفضل. بالاول انا كنت حابه احكي عن الشغل كثير ضروري واساسي. نحن كسوريين تماما نعرف انه نحن كلمه الحق بسوريا ملغيه عنا تماما للاسف. يعني انا حبيت احكي عن هاي الكلمه، كلمة الحق، حق حقي كلاجئ. أنا حقي كلاجئ ما بلاقي حالي إنه أنا معقول إنه أنا طالما متغزاي بسوريا أو بالبلدان العربية الثانية إنه أنا ما عندي هاي الكلمة، ما عندي هذا المفهوم. كيف أنا فيني شيل هذا الخوف اللي جواتي؟ كيف فيني أرفع صوتي؟ كيف فيني غزي جوا يعني غزي داخلي بإنه فعلا أنا لي حق بإني مارس حقي كلاجئ على الأراضي التركية أو على الأراضي الأوروبية؟ لأنه نحن دائما كلاتنا يعني غالبا أغلبيتنا عنا خوف دائما من هذا الشيء. يعني إحنا بنخاف نحن بأراضي تركيا إنه نحن هل هناك حقوق؟ هل هناك حقوق لنا؟ نحن هل نستطيع يعني إنه نمارس هاي الحقوق على هاي الأراضي التركية أو الأراضي الأوروبية أو بكافة الدول العربية؟ لا، لأنه دائما المنهج الأسدي وال يعني والشيء اللي تغذينا عليه لغالنا هذا الصدق.
دائما لما ننطق كلمة الحق بيكون في عنا بحة بصوتنا، بيكون في عنا ارتجاف، بيكون عنا عدم ثقة إنه نحن ما عنا هذا الشيء، ما عنا كلمة الحق. هذا مع الأسف دائما بيخلينا يعني نحس حالنا نحن هل نحن شعب ميت أم شعب حي، شعب متعلق في قلوب الأحياء ولا في قلوب الأموات. للأسف هذا الشيء اللي حابة أطرح عليك إنه هل نحن يعني على أنه نزيد ظاهر الخوف من كلمة الحق. شكرا 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 شكرا. أخونا عشان في تاني بعدنا أختنا بعدنا الإجابة وبعدنا نرجع لك تاني. تفضل معنا البي بي سي والآي تي في. بدل ما يجدنا شركاء يعني يجدنا بدائل للتنفيذ، لأن برنامجه أساسا قائم ومرسوم وأمواله جاهزة بده منفذين لكل السلسلة. فممكن نكون مفاوضين إذا بس عودنا حالنا على الموضوع في حال الفعل. وحقيقة كلما كبرت المؤسسات السورية ضبط هذه الفيزا، وربما تعزيزا من خلال بناء إدارة أخلاقية بالمؤسسات نقدر نعزز هذا الموضوع. الموضوع الثاني بدون تحييد موضوع الأوقاف، وإنما تطوير فكر المتبرع للأوقاف بحيث يواكب الاستثمار بالموارد البشري. لأنه صراحة نحن عندنا مشاريع وقفية وخيرية أحيانا يكون مشروع قيمته 10,000 دولار أثره قد قيمة مشروع ربما كبير جدا، يعني بناء على أنه تم توجيه المبلغ للحاجة الأساسية من خلال أول بند. شكرا شكرا لكم اختنا. تفضلي. وعدينا الإنعاش المرحلة المبكرة، كانت المرحلة متأخرة من 70 سنة والقضية ما انحلت. في قضايا لاجئين عم تتفاهم تاني في اليو ان والأمر، وهاي المؤسسات ما عم بتعالج الحالة، هي عم بتوفر كيف حالة سكون أو تهدئة الموضوع. يعني مثلا بتقدم شروط إنعاشية، بتقدم بطاقات مؤقتة مثلا من ناحية الإقامة، من ناحية التعليم مثلا في مدارس خاصة بالأونروا. فهي فعليا ما وجدت الحل، هي بس تحاول إنه ترد الواقع أو تسكت، أو في حالة من الاتكالية ممكن إنه إحنا نوفر لكم تعليم، نوفر لكم شروط، نوفر لكم. بس مثلا اللاجئ الفلسطيني صار مش لاجئ كمرة واحدة، صار لاجئ لمرة ثانية، يعني صار في نزوح ثاني بعد الحرب على سوريا، لأنه اللاجئ الفلسطيني كان موجود في سوريا، انتقل من سوريا، حاليا في لاجئين فلسطينيين في كمان في تركيا. فهاي الحالة إنه كيف ممكن تتعالج غير يعني بعيدا عن الآليات اللي شرحتها. حكيت أنت الآلية السياسية مثلا، المؤسسات، الجانب الإعلامي. هلا إحنا بنحاول نضغط على هاي كل الجوانب، بس في ضعف عام موجود فيها في كل هاي الجوانب. ممكن أنا أشتغل في مؤسسة إحنا بنعتمد على موضوع التشبيك بين المؤسسات لأساس نعزز دور المجتمع المدني، يكون في ترابط بين عمل المؤسسات، خاصة مثلا المؤسسات اللي بتشتغل في العمل التطوعي أو الفولنتير ورك. فعم بحاول سؤالي بشكل عام، كيف ممكن نعالج نعمل انتعاش لفترة شيء متأخر مش شيء مرحلة مبكرة؟ شكرا 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 من يجيب على ماذا؟ مبارك. الله يشكرك. أعتقد أن راسك دور بشعر جزء من سؤالك.
لان انت اتكلمتي على تشبيك العلاقات بين المؤسسات والعمل الجماعي لتقليل حاله الضغط وغيره. فللاسف احنا دايما بنكون حريتنا في اطار معين وفي اطار الامكانيات الموجوده والاليات الموجوده. فعلشان كده انا هتكلم على اطار، يعني انا هدعم اللي انت قلتيه اللي هو عن العمل المؤسساتي لازم يتطور وينمو مع مش نقدر نشتغل بنفس الطريقه مع تفاقم الازمات وتراكمها وغيره، لازم هو كمان يتطور بحيث ان يكون عندهم اليات ضغط اكتر والتنسيق مع السياسيين وغيره، مش بس ان هم قاعدين فعلا يعملوا بس الحاجات المؤقته ان انا اوزع حاجات وان انا احافظ على الوضع الحالي. والشق الثاني، هل اللاجئين نفسهم في حاجه هم يقدروا يعملوها؟ برضو بالتأكيد على حسب البلد اللي هم فيها والإمكانيات المتاحة ليهم، يعني هل في برامج متوفرة بتتيح لهم بعد فترة معينة هم يقدموا على جنسية في البلد اللي هم فيها ويقدروا، يعني احنا عندنا إخوة فلسطينيين كتير في كندا حصلوا على الجنسية الكندية. عندي سؤال، هلا مثلا في كندا في برامج للاندماج في المجتمع مش تأهيل، تأهيل بس بتوقع المصطلح نفسي أكثر من مصطلح اجتماعي. أنتوا بتدوروا على تأهيل نفسي؟ لما حكيت في برامج تأهيل في كندا للاجئين، هلا في مفروض الموضوع مصطلح التأهيل نفسه بيجي اكثر لشيء نفسي من مثلا مصطلح الاجتماعي ثقافي، مثلا كمصطلح الاندماج بتدمجوهم في المجتمع اكثر مما انه بتعمل لهم اعاده تأهيل. تمام، هو الحاصل ان بيبقى فيه مجموعه حاجات متاحه ليهم، يعني مثلا المؤسسات الكنديه اللي اتكلمت عنها عملت تأهيل اورينتيشن للخدمات وللحقوق وللتجيب ده منين وتقدم على ده فين والحاجات وايه اماكن المساعده، لكن التاهيل النفسي هو نفسه لازم يدرك ان في خدمات من الحكومه، ان هو يقدر تغطيه صحيه معينه، يروح لطبيب نفسي لو محتاج، عنده مشاكل من الحرب والحاجات دي كلها وابنائه عندهم مشاكل نفسيه واضطرابات وغيره، يقدر يلجا لتاهيل نفسي في حاجه زي كده. المجتمع بقى نفسه، الاندماج في المجتمع نفسه هو اللي بيهيئ التاهيل الوجداني، ان انا ابدا اندمج في هذا المجتمع وابدا اشارك وابدا اتعلم واعمل مهارات وبعدين اطور نفسي واخد الجنسيه، طبعا اذا كان ده متاح، ويبقى انا بعد كده انا شخص مؤثر في السياسه الخارجيه في الدوله بتاعتي واقدر بعد كده احاول حتى عضو برلمان وغيره. فمهم جدا ان اللاجئ نفسه يبقى عنده اونرشيب ان هو او ملكيه برضه ان هو يقدر يحاول هو كمان يغير هذا الوضع حسب الامكانيات المتاحه ليه وحسب البرامج اللي الدوله اللي هو فيها بتهيئها له. فدي نقطه. السؤال بالنسبه للخوف، وده معروف جدا ومش ينطبق على السوريين فقط ولكن ينطبق على اي حد نشأ في المجتمعات للاسف العربيه بتاعتنا. فمثلا احنا لما كنا بنعمل اي مظاهرات في كندا لاي سبب بدعم اي حقوق او غيره كان البوليس بيوقف بيأمننا واحنا بنتدردش معاهم ونتصور معاهم، فتجربه مختلفه تماما عن البوليس في البلاد العربيه. وحتى لما كنت انا بدردش معاهم اقعد اقول لهم تخيلوا مثلا ان في البلاد العربيه البوليس بيبقى مصدر خوف ورهبه، فهو مفاجئ ان هو يقول لي احنا مدربين في كندا على التعامل مع الناس اللي جايه من خلفيات ثقافيه بالشكل ده، ان احنا نكون لطاف معاهم اكتر ومصدر عدم خوف ليهم. ومثلا على الحدود الكنديه البريه بين كندا وامريكا، لما مثلا حد يجي لاجئ عبر الحدود البريه دي اول حاجه بيقولوا احد اللاجئات هي اللي قالت الكلام ده، بيقولوا مثلا ان احنا معانا سلاح، ضباط الحدود بيطمنوا اللاجئ ان هو ما عندهمش سلاح علشان ما تخافش احنا مش هنموتك ولا هنضربك ولا غيره. فهو اكيد في عامل الحكومات في الدول اللي هي يعني اتمنى تكون احسن حاله متقبله بتقدمه، لكن النقطه الاهم هي في اللاجئ نفسه. النقطه الاهم هي احنا في محاضره احنا ان شاء الله لو كلكم على الواتساب هبعت لكم روابط عن حاجات كتير ان شاء الله من مشروع سلام ومن غيره، في محاضره اسمها الصبر والمقاومه لبناء الاحلام وتخطي الازمات، بتتكلم على القيمه البقائيه او القيمه اللي الازمات بتعملها في حياه الانسان، وان الانسان مش لازم كل ما تجيله ازمه يقعد بس ينهار تحتها وليه يا رب تعمل فيا كده وليه حصل لي انا واشمعنى انا ولا حظي ولا بختي ولا هبدا ويفضل طول عمره عمال بس المناحه دي يعني شغاله. الازمات في حاجه اسمها في علم النفس اسمها بوست تروماتيك جروث او نمو ما بعد الازمات، ان الانسان اللي فعلا بيعمل جهد ويبذل مجهود عشان يتعلم مهارات وينجو بيها
بيها من الأزمات دي بيبقى عنده بعد كده حالة من النمو والثقة بالنفس والدعم النفسي. الأزمات بتعمل حالة من التعاطف المجتمعي وتستدعي التماسك المجتمعي، فبتعمل حالة من الدفء والتعاطف وتستجلب الدعم لهذا اللاجئ أو هذا الشخص اللي عنده معاناة معينة. الأزمات تعيد ترتيب الأولويات عند الشخص. يعني ممكن تلاقي شخص كان في بلده تافه وما عندوش أحلام وما عندوش طموحات وحياته حياة عامة، بعد ما يحصل له أزمة حياته بيحاول يلاقي إن هو ينتقل لمكان تاني، بيفاجئ إن هو لازم يرتب أولوياته. طب أنا دلوقتي عايز هدف، عايز معنى في الحياة، عايز غيره. فنبدأ نبص إحنا كناس نبص لنفسنا إن إحنا عايزين نتعلم من البيئات الجديدة اللي إحنا ربنا حطينا فيها دي، ونحاول نبص على إزاي آخذ من الأزمة دي بأكثر إيجابية. جزء منها كبير هي مهارات الذكاء العاطفي وتكوين الهويه، لان اسم الله الحق هو الاسم المحوري في مشروع سلام اللي بيدور حوله بعد كده كل شيء اخر. الحق من الحقيقه والتروث، والحق من حقوق انا وحقوق العباد عليا واعطاء كل حق لي حق الحق حق. فمهم جدا ان احنا نبني هويتنا ونعرف ان احنا لم نتعلم بناء الهويه بشكل منهجي، فنبدا ان احنا بناء الهويه والاستفاده من اللي بيحصل حوالينا. اذا انا عندي حق كذا طب انا هستخدمه وهكذا. انا اصلا مضطره عشان كلمتين الحق الحقوق لازم نحافظ عليها. لا بدي احكي بقضيه اخرى. طيب تفضل. اتصور اللحظه كثير مناسبه لنغادر الشكوى، نحن شكائين جدا وعندنا شعور بالمؤامره دائم، وفي ثلاثيه مريضه نتبناها انه في عندي ضحيه وجلاد ومخلص، ومن السهل انك تتباكى بدور الضحيه لتخلي مسؤوليتك بالقدره على التغيير. لذلك هذا الحديث يتعلق بالمانحين، بمعنى انه مش المانحين شريرين بطبعهم وعنده رغبه بتقسيم، ومش نحن اللي عم نخطط لهم. انت كعامل بالشان العام كيف تخطط لمؤسستك لكي تكون فاعل بشكل صحيح؟ وانا حكيت عن القضايا، عن تشبيك مستمر وتدبير الكتله الوازنه حتى تكون كتله تفاوضيه مناسبه، وعن حوكمه داخليه توحي بان انت مؤسسه مش مجموعه من شله ولا وايضا حول علاقتك بالناس. هدول الشروط الثلاثه برايي تمنحك القدره على التفاوض مع المانح والقدره على تغيير سياساته. المانحين عامه سواء كانوا دوليين او امميين بيجي لعندك عنده روشته جاهزه بذمه، عنده البوسنه وعنده باكستان وعنده كل هذه القضايا عباره عن استجابات انسانيه سابقه، بتجيبها بقول ممكن هذا الواقع بيشبهه. مسؤوليتك انت بالذات ان تغير هذه الروشته الجاهزه، مش مسؤوليته هو. اذا انت قادر ان تفرض اولويات جديده تستقيها بالاساس من الناس تبعك، انا برايي سيكون هو بالعكس سيقدر هذا الجهد ويصدر له بندية حقيقية. بس نحن مشكلتنا اليوم في حالة الهشاشة العامة اللي عم نعيشها وعدم قدرتنا على نكون مفوضين جيدين، صرنا عم نقبل بأي شيء وشتنا جاهزة تشبهنا لا تشبهنا. بالنسبة لنا بدنا عمل ونستمر فيه، وهذا اللي بيخلق عدم ثقة بالناس فينا. الناس بتقول يعني اليوم ملايين صرفوا على الجنة، ماني شايف حدا بسوريا عم يحكي بالجنة. شو هالخلل في الأولويات اللي عندنا اليوم؟ في عدم يعني في عدم توصل. نحن عم نساهم بهي العملية بشكل من الأشكال. آن الأوان نطلع من الشكوى ونطلع من سلطة الضحية، ولا بنضل عم نبكي ونشكي طوال الفترة القادمة. عندنا قدرة اليوم، عندنا تحالفات بلشت تنبنى، وعندنا وضوح وعندنا مؤسسة. تعالوا نمشي لقدام خطوات ونصفي المفاوضين على التغيير ونفرض شروطنا واللي ما عاجبه عمرين. تعطيني نصف دقيقة؟ لا في ناس ما تكلموش. أنا بس تعميم زي السسرة. أنا بس ما عشان بس ندي فرصة للآخرين. أنا بس أرجع بس قبل ما نخش أخذ المجموعة الثالثة في دقيقتين. قلنا تجربتكم في مباحثات السلام في جنيف، اتكلمت فيها قبل كده ولا ما اتكلمتش؟ اتكلم شؤون الشباب، يعني أنت ما ينفعش انا سوري انا لما اكلم حضرتك لازم اعرف ان انا ارجوك تحرقنيش. اتكلم ما ينفعش يروحوا مباحثات سلام لمده سنتين او ثلاث سنين في ما بين جنيفا وما بين بروكسل واحنا ما نعرفش هم عملوا ايه. فده جزء من المسائله وجزء من المراجعه. في دقيقتين المحاور وقدرهم هم
علشان يكون في محصلة السلام او اي محصلة في العالم. لا بس لا 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 انا عايز بس من جنيف الى اسنان الى لوزان. لا 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 انا مش عايز احكي لي قصة. طيب هاي المحاول على عجال على عجال. اول شيء قررنا في القانون الثاني 2016 اللي هو ماجد الدعوه للمظاهرات بشمال زي الحضور انه لا يجوز ان تكون هناك طاوله مباحثه تبحث مستقبل سوريا ويغيب عن المجتمع المدني لانه هو الاكثر حرصا على مستقبل المجتمع المدني السوري. وكانت هذا اتفاق رابطه الشبكات السبعه الرئيسيه ووجد مدونه. منذ الجلسه جنيف 2 حتى الجلسه 9 في كل نهاية جلسة يصدر تقرير عن المباحثات، بس التقرير منشور مش سري على جوة الطاولة. لذلك كنا علنيين وشفافين، وعنقول بوضوح لما بيكون في مجموعة معترضة على صيغة مذكورة كان يجب تسجيل هذا الاعتراض أن المجموعة كذا لا توافق على هذه الصيغة، وبالتالي كنا كثير واضحين بهذا الموضوع. أهم شيء صار بجنيف ودور المجتمع المدني أن كسرنا الاحتكار التاريخي لقضى النظام في العلاقات الدولية. وهذا اللي سبب اليوم من الهيئة يعني هيئة الدستور اليوم فيها تلت مجتمع مدني وخلاف على مدى 11 شهر حول هذا التلت فقط. وصل خلاف إلى 6 أسباب بالأخير وهلا الخلاف على الآلية الداخلية لعمل الهيئة الدستورية. إذا نحن عم نحكي عن دور يتوسع باتجاه يكون هناك رقم صعب اسمه المجتمع المدني السوري. وهذه سابقة مهمة أن يكون هو عنصر موازن في عملية تفاوضية في أعقد مشكلات القرن 21 اللي هو الشأن السوري. وبكل صراحة في ضعف بتوصيل هذه الأفكار ونعترف بذلك. إحنا معنا مؤسسة إعلامية توصل هذا الموضوع. بس حاولنا بكل الوسائل أن نصدر بشفافية عالية كل نتائج المفاوضات. ما نقدمه من أفكار هي أفكار وهموم جميع السوريين في كل المناطق السورية. لسنا ملتزمين بأجندة أحد. ولا نستطيع أن نعبر عن البعد السياسي في القضية، بس أكيد عم نعبر عن البعد المدني في الشأن السوري ونضعه على طاولة البحث ونضغط طرفي الصراع لكي يتبنوا هذه الأفكار في المستقبل. جزاكم الله خير. أنا بس اللي بعدك منه من الكلمة الأخيرة دي أنا عارف تفاصيل وأنتوا عارفين أكثر مني. بعدك منه أنكم ليكوا دور لتتخلوا على الكرسي بتاعكم في أي مكان. أنت ليك كرسي ما تخبطش على الباب، تخش يكون معك مفتاح عشان تقعد. ولن تجلس على هذا الكرسي الا لما تعرف المعايير والسياسات الى اخره الى اخره. اي دور بتكاني ارتضي؟ لا في سؤال هنا لجنوب. انت هتيجي تتكلم انت عارف. اي دور بتكاني ارتضي اذا كان بده يختزل اعظم ثوره بالفتره الاخيره في اي سؤال بتكاني عشان هم يجاوبوا عليه. أي قضية التعديلات الدستورية، يعني أي دور إذا كان منجز بعد 4 سنين هو عبارة عن بعض التعديلات الدستورية. الرياض 3 هي التي سرقت من يتحدث. ما ندخل بجدل. خليها بس أنا وبس هو بيرد على الأمور دي. سؤالك الأول كان إيه؟ أنا بدي أرجع للحلم ده. اتفضل ارجع للحلم. تمام. احلم معايا كده. كمنظم. بحلم بيك أنا بحلم بيك. كمنظم استطعنا ولله الحمد إنه نفرض على الداعمين، إحنا عندنا داعمين برايفت. مجموعة داعمين برايفت فهم بيقدمون الدعم. استطعنا نفرض إن هم عندهم دائما برنامج تعرف جنبة برنامج رمضان برنامج التضاحي برنامج المتكررة من المناسبات الإسلامية. استطعنا نفرض إنه نحن نأخذ من هدول البرامج حصة مقطوعة دائما لبرنامج تعليمي. والله حمد المشروع يعني هو هذا مستمر صاروا تقريبا عامين ونحن شغالين عليه بشكل جيد. علمت كم تفرض بالحاسية؟ يعني تقريبا اليوم عم نحكي عن 825. لا طبعاً هو الحمد لله هو قبل المجموعة كامل كلمة كل كلمة ثانية يقوله ثاني استطعنا من هنا بدلاش مكسوف ما مين يخلص مكسوف طبعاً عالي صوتك هو تعليم مستمر هنا للمنقطعين أو للسببين تمام طبعاً كان في عمل مشروع مع منظمة الأمنية هو التعليم لا ينتظر لكن ما حسن مبلغ زمان بشهور ما حسن مبلغ فلاقوه أخلاقية فلجأنا بالطريقة الثانية أحسن نجمع وشغال المشروع ما زال مستمر بالتجربة والتجارب الإسلام يحولوا ثقافة المال. الأفضل من هاي إنه أنا الرجل هذا البرايدر اللي هو يعني رجل بحب يتبرع أو هاي المجموعات بتحب تتبرع اقتنع بالفكرة التعليم كمان مهم مثل الأكل. هاي المسألة أعتقد هي إذا توسعت شوي ممكن على الأستاذ تفرح على الدور. ممكن تعمل فيها حالة ضغط ممكن ثقافة عامة. شو الوسيلة اللي استخدمتها حضرتك يعني استخدمتها كمؤسسة؟ بس كمل.
كم حدث؟ بس هل استخدمناهم حتى شرحناهم الموضوع؟ لا لا من الأول وبعثناهم هنا بيقولوا تأكد مهم إنهم لقوا التعليم كمان طب إحنا بنحاول يعني بنحاول نحسن بالنوعية بدنا نخفض من التكاليف الإدارية تبعت المنظمة المنظمة جابت متطوعين ما جابت رواتب إدارية يعني شوي شوي بتحسن تقنعي هلا هو بالأخير رجل يعني هو متبرع يعني حاول بالخير فأنت إذا دليتي صح هو راح يعني طبعا ربطيه المادة صح هو راح يفهم صح فاتح. يعني هو بالأخير مو صاحب أجندة خاصة هو ملتزم فيها هو متبرع عنده فكرة معينة لأنه بده يرضو الحلم اللي انا بدي احكيه انا بصراحه ما بدي يكون محايد بدي يكون اخلاقي بس اخلاقي في المشروع يعني المنصه هم الاساس مشان انا ما بدي اكون حيادي كلمها بدي ابدا حياديه وجماليه الحياه ولازم اعمل لا انا بدي يكون اخلاقي حتى في تعاملي مع المستفيد من المشروع انا حلمي المشروع اللي بحلم فيه والناس اللي ترايك بتسوى هي انا بشوفها اعظم سبب الشباب اللي اليوم عندنا 150 الف شاب بالسجون على النظام عندنا تقريبا من الناس اللي دافعت عن أهله تقريبا ما يعادل كمان 150 ألف شاب هدول يعني هنا في عز شبابهم تركوا جامعاتهم تركوا مدارسهم والتحقوا في الدفاع سواء بالقطاعات عمل مدنية أو بالقطاع الدفاع ضد القوات على الخارجية بالقطاع العسكري أنا هدفي إن شاء الله أوحيي إنه نصمم هدول الناس مشروع مشروع حقيقي يأهلهم يمكنهم في منهم الناس بتحب تتعلم في اليوم احنا يعني في كثير اعتقد بالرقم ممكن يوصل ل 30 و 40 الف طالب جامعه مغيب هدول اليوم بده يطلعوا السنه الثانيه او الثالثه او كان سنه اولى وما احسن يكمل وبده يطلع بعد 2 سنوات سجن اكيد ما هو يعني في هذاك عمل الابراج الجسديه اللي لحقت فيه مفكرين تصميم مشروع برامج اعاده تاهيل يعني يكون اخلاقي حتى في تصميم مشروع لهدول اذا بدنا نصمم بس مشروع ما يكون حيادي لا يمكن مستوى الجلد التحليلي لا يمكن انه انا اساوي بين مستفيد دافع عن قيمه ساميه هي قيمه الكرامه والحريه في بلدي مع رجل كان معتدل، اوكي انا هذا مبدي تقليدي بدي اشرحه لكن البرنامج اللي بيتوجه لهذا لازم يكون برنامج يعني نوعي. نعم. انا بتمنى هذا الضيف احلى نفسي. عشرة. عليكم السلام ورحمة الله. عشرة كيف بدي خلاص عشرة. اخونا حضرتك السؤال بتاعك جاوب عليه؟ لا أخذت هو فكرة الاعتماد على المتبرع نفسه أو الجهة المانحة نفسها أيضا يعني هاي الجهة ما فيش تابعة لأي أجندة يعني مثلا لما نحكي على ال... نوحت هي بتعتمد برضو هاي السبب هو طبعا المتبرع الخاص اللي زي شخص صاحب شركة أو أهم شيء فيه إنك تكسب الثقة بتاعته تكون شفافة ولو أخطأت يقولي إنك أخطأتي لو ما أخطأتيش وانجزتي اعلمي دائما يكون اللي هو وسيله الاعلام سريعه واخده بال حضرتك ده المهم المره في احد المتبرعات يعني كانت هتتبرع للشيشان في سنه 1999 تقريبا وانا كان عندنا ازمه في البوسنه في عدد اللاجئين مره ثانيه وبناء المنازل في المنطقه بتاعت شرق البوسنه وسربنيتسي انا المثل ده بقوله كتير جدا 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 نزلت لها من لندن للقاهره مخصوص عشان اتغدى معاها اقول لها ارجوكي انت ليكي تفكير استراتيجي اتركي الشيشان اللي اي حد هيتبرع لها لانها في الاعلام وحطي فلوسك في البوسنه فلما شرحت لها وهي واثقه فيا انا كمؤسسه حولت المبلغ من الشيشان الى البوسنه والسنه اللي بعدها حطت مبلغ ثاني برضك للبوسنه فالمبلغ اللي كان اكس بقى 2 اكس فلابد تبني ثقتك بالمتبرع ده وده سهل جدا تبنيها بالمصداقيه كان جاي لنا مشروع تاني وكنا احنا حاليا ده يمكن ده السنه دي حصل واحنا ميزانيتنا في المنتهى الانساني يعني قريبه من الصفر ما تفتكروش ان هي ما كملتش ها يعني حتى ها دي ما بنعرفش نطلعها وكان في متبرع ميزانيته بالنسبه لنا ربع الميزانيه بتاعتنا اللي هي بحوالي 30,000 جنيه شفت قد ايه بقى فمؤسسته قالت لا مش هندي مش مقتنعين خلاص مش هنديكم حاجه. وكان عمل مؤسسه بتاعته الخاصه للعمل داخل بريطانيا. فالموضوع كان ايه بقى نقاش بيننا داخليا. نقاش داخليا بيننا وبعض، نعمل ايه؟ فبعض الموظفين قالوا طب ممكن نعمل حاجه عشان ناخد جزء من المبلغ ده. قلت لهم على جثتي. مش هندمر العلاقه اللي بيننا وبين الراجل ده من 30 سنه عشان المبلغ ده. قولوا له مش هنعمل قولوا له ايه
عشان تعرف لما كنا احنا صادقين معه حصل ايه؟ غير القانون الاساسي للجمعيه وعملها محليه ودوليه واعطانا فلوس. خدت بال حضرتك؟ فالمصداقيه اساس اقناع المتبرع سواء كان شركه او كان شخص او كان مؤسسه او كان دوله يعني. واخد بالك؟ ولو كان انت عندك وجود على الارض زي اخونا علاء كان بيتكلم، قوتك هي وجودك على الارض. قوتك هي مدى دخولك لمناطق صعب الاماكن دي يخشها حد غيرك. فبيضطر من لا يتفق معك لا في القيم ولا في الاخلاق ولا في الثقافه ولا في العقيده انه يعطيك انت، لان انت هنا ما عادش غيرك. شفت بقى ازاي؟ موجود على الارض زي ما كانت اخونا علاء اتكلم فيه، لابد تكوني موجوده في المكان اللي صعب الاخرين يتواجدوا فيه. اخونا اتفضل عندنا هنا. لا مش حاجه، هو ضد الارض. جيد استاذ فراس، جيد. الله يبارك. بصراحة أنا يعني لي يعني مناصرة للثلاث أحلام. الصراحة موضوع الأيتام في مشكلة كبيرة مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، مسألة عدم التمكين حتى مسألة المعايير، يعني معيار تحويل معيار اليتيم من الناحية الشرعية والأخلاقية والعرفية اللي هو الشخص فاقد الأب الذي لا يستطيع إدارة حياته إلى تحويله إلى الأهلية القانونية، إلى الشخص الذي بلغ 18 عام أو 21 عام حسب الدولة. هذا في إجحاف وظلم للأيتام، وهم بحاجة تمكين، بحاجة نهضة كبيرة جدا. أيضا موضوع السلل الغذائية واقتطاع المبالغ لإنشاء برامج قد تولد مبالغ تصل لأكثر من قيمة السلل العام القادم. فهو كمان من المشاريع اللي جدا مهمة ومدركة من شريحة كبيرة جدا من العاملين بالقطاع الإغاثي أو حتى من المجتمع المثقف. أيضا موضوع اللاجئين يعني هو بحاجة جهد كبير جدا، يعني هي طبعا مشكورة كندا على 25,000، لكن نسبة اللاجئين بالعالم كبيرة جدا جدا. بحاجة ثقافة، بحاجة ثقافة جديدة لنستطيع نواجه المشاكل التي تواجه اللاجئين مثل في تركيا، في الأردن، في لبنان، العنصرية، حتى العنف اللي عم يتوجه، الخلل النفسي والمحاربة المواجهة الشخصية لهاللاجئين هذول وتدمير حياتهم، يعني فعلا كما تحمله الكلمة من معاني. الأشياء هي محاور الأحلام الثلاثة في ظل المؤسسات الحالية لأسباب داخلية ضمن المؤسسات أو خارجية من المانحين والداعمين أو حتى الدوليين بطريقة مقصودة كانت أو غير مقصودة، تمنع خلال السنوات الثمانية، يعني كما نرى في الحرب السورية كمثال الأخير، في طريقة للتصدي للتطوير الإداري لنصل للأحلام هي حلم الأيتام تمكينه وإعادة منهجية الأيتام، حلم الاستثمار الرشيد والاستغناء عن الداعمين، وحلم ايضا دعوه اللاجئين للمطالبه بحقوقهم وتغيير واقع اللاجئين بالمجتمع. الشيء هذا ما عم يتحقق في ظل الوضع المؤسساتي الحالي للمؤسسات الموجوده. صحيح. انا اتخيل يعني كعامل في مؤسسه، اتخيل موضوع الوحده دائما هي الحلم العربي القديم الذي لا نصلك ابدا. الوحده بالمؤسسات العاملة مع الأيتام، توحيد جهودها تستطيع أن تضغط على الداعمين وتغير تعريف اليتيم والبرامج الخاصة فيه كي يحقق الحلم الخاص باليتيم. أيضا نفس الشيء الوحدة والعمل الرشيد بالعمل المؤسسات الإغاثي هو السبيل أيضا السليم لأنه نصل للاكتفاء وإنشاء المشاريع اللازمة. أيضا بالنسبة للاجئين، صوت اللاجئين ضعيف جدا 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 ولا يستطيعون حتى أن يطالبوا بالحقوق الدولية التي الأساسية التي نص عليها القانون الدولي، حتى وإن كنت في دولة موقعة على حقوق اللاجئين. الأعمال هي كلها بحاجة وحدة. الوحدة لا تتحقق لعدة أسباب كثيرة جدا. حلمي أنا حلمي هو وجود طريقة طفرة، أحداث طفرة في العمل سواء من أسفل الهرم أو من أعلى، بإيجاد
وحدة لهذه المؤسسات جميعاً، وحدة فاعلة وليست المنصات، حتى أن المنصات الآن كثير عم يروج لها لكن هي منصات غير فاعلة. أيضاً إهدار للأموال، نحن شاركنا بمنصة مع الاتحاد الأوروبي للجمعيات العاملة في الإعاقة، أخذنا موافقة مبدئية عن المشروع، لكن نتمنى أن يكون شيء فعل، لكن لا يوجد إلزام للجمعيات المشاركة في هذا. فهل من نصيحة من الثلاثة المنصة ومن الدكتور شبران؟ حد ثاني قبل ما نتلقى المنصة انتقلنا، حضرتك رفعتي رأسك خلاص انظر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رديتش على المداخلة في المرة اللي فاتت، بس يا واضح كده ان هي ايه وجبت يعني. اتفضل. موضوع التخصص في المجتمع المدني، موضوع رأس المال البشري اللي اتكلمنا عنه الصباح اصبح يعني لزومي. ما كنتش هتكلم في قضية العقوبة، لكن انا هتكلم فيها في جانب المجتمع بصراحة شديدة. حتى في القرآن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. التعفف ذكر في الاحتياج والعوز، إنما في الحقوق الحقوق تنتزع. والإخوة اللي خرجوا من الخارج المفروض أنت في مرحلة قوة الآن، يعني تخاطب كل القوانين والدساتير الدولية حتى تعيد الحقوق. وطبعا الملف ده ملف من ملفات المجتمع المدني اللي هي المنظمات الحقوقية. المنظمات الحقوقية يا اخوانا محتاجة شخصيات أخرى، ليست شخصيات العمل الإغاثي ولا شخصيات العمل التنموي، محتاجة فورمة تانية خالص، اللي هو الحلم اللي اتكلم عنه الدكتور هاني، اللي هو الحلم الأول، الوصف الوظيفي والصفات والأخلاق دي ليها أخلاق تانية. حتى يعني تتدمس حدود المحامين دول بتوع الحقوق دول ليهم أخلاق غير، فمن الضروري إن دي تتعدل في 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 الذهن وفي الخطه الاستراتيجيه عندنا كناس بندفع القضيه. وانا بصراحه انا الكلام اثر فيا جدا، اخونا يقول اعظم ثوره، واختنا بتقول احنا فقدنا كل شيء وحقوقنا فين، كان كلامها مؤثر جدا. فموضوع الحقوق احنا كلنا مخطئين فيه، بس ليه ناسه، حاولوا تدوروا على ناسه دي، يعني ايه الناس اللي بتشتغل في الملف الحقوقي صح، يعني عشان يقدر ينقذ مهمه. انما التعفف في موضوع تاني خالص، يعني في موضوع الحقوق مستحيل انا اتعفف في الطلب على الحقوق، مستحيل احرج زي مثلا يتيم ولا واحد مريض محتاج ثمن عمليه، لا في الحقوق ملف تاني. انا ارجو ان تكون وصلت، ورأس المال البشري هو علاج اللي حضرتك قلته، اللي هو التطوير المؤسسي والعقليات. وانا هبشرك لان انت طلعك يعني ايه اتكلمت بطريقه ان الدنيا ضلمت، لا الهرم عندكم هرم شبابي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لما دخلت جنبك انت ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الهرم في المؤسسات عندكم في القضيه السوريه هرم شبابي، ليس هرم افكار قديمه. صحيح. لا مجال لك ان تقول هذه الكلمه تاني. ان شاء الله سنتوحد ان شاء الله، سنعمل وننجز ان شاء الله. الوحده هتيجي مع الانجاز. الكيش الفاضي يكسب فيه ايه؟ لا. مشاكل. صحيح. ياسمين اكتفي بهذا بسيطه من ناحيه الوحده تحديدا، وبرضو تعقيبا على كلام حضرتك احنا نبطل عقليه الضحيه ونبدا ناخد الامور في ايدينا وزمام الامور في ايدينا. انا اتمنى الوحده تمام، لكن لن انتظر، بمعنى ان لو انتم مؤسسه وبتنسوا تتعاملوا مع الاخرين والاخرين في مشاكل وعوائق الوحده والكلام ده، لا ننتظر حتى تتحقق الوحده، ولكن نبدا نعمل. انا هتكلم جديدا على موضوع العنصريه والمشاكل اللي بتواجه اللاجئين في البلاد الجديده اللي هم راحوا فيها. فنبدا احنا كناس نبدا بدل ما يكون رد فعلنا انا واحده جايه جديده على تركيا او رايحه جديده على كندا، بدل ما يكون رد فعلي ان انا مضطهده وهم عنصريين وانا لازم ادافع ولازم اتخانق وغير واطالب، انا ابدا افهم من حتى من وجهه نظر سايكولوجي علم نفس العقلية المصرية اللي جاية منين؟ أنا من مصر تمام؟ أصلاً فعندنا في مصر في اسكندرية الاسكندرانيين متعصبين جداً لاسكندرية تمام؟ دي مدينة ساحلية ومصيف من البلد كلها. ف
هيجي الاسكندريه. انا اسكندريه برضه، انا بابايا اسكندريه. على فكره الترابيزه، الترابيزه اللي استنى الموضوع اكتب هنا الناس حاملك التليفون. الترابيزه اللي حضرتك كنت قاعد عليها دي كلها مصريين على فكره. ايوه لا ما يهمنيش، انا عندي الفنكوش الكبير. انا عارف اخرجهم من مصر. فاهم حاجه، انا كلاجئ اروح بلد افهم القوانين واحاول احافظ على البلد دي واحاول احبها واحاول اساهم فيها، وفعلا ما يبقاش كل شغلي اشتغل سوريا 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 مصر مصر مصر، لا انا احنا دي البلد باخد حقوق وعايز ادي انا كمان التزامات حقوق وواجبات. فمن اهم الحاجات مثلا اللي ممكن تضايق الناس اهل البلد ان هم مش انت مش عارف القوانين بتاعتهم. مثلا كان في زمايلنا اللي بيطلعوا في الترجمه اول ما نزل اللاجئين السوريين على كندا كانوا عايشين في فنادق، وكان بيجي ناس متطوعين يترجموا لاداره الفندق ويشوفوا طلبات الناس والكلام ده كله. فكان زميلنا ده اللي بيحكي لنا ان هو راح بيقول انا رحت الفندق الاداره راحت ماسكاني تعالى انت فين احنا عايزينك احنا عاملين نحاول نوصل لهم معلومات كتير هم مش فاهميننا. ابسط حاجه مثلا في الشتاء وفي الثلج عز الثلج بيقربوا من باب الفندق مثلا منتظرين حد يجي ياخدهم المشوار، فمش مش واخدين بالهم ان في اللي هو السنسور او الاستشعار بتاع الشخص، فالباب بيروح فاتح والهواء يبدا داخل على اللوبي بتاع الفندق والثلج والبرد، فهم مش عارفين يقولوا وبعدوا عن الباب ويقفوا في حته جوه والكلام ده. فاقصد الحاجات دي، ما هي دي الحاجات بقى اللي بتبدا تتراكم عند الناس ان انت مش فاهم القوانين وانت جاي تبهدل البلد كامله. ففي جزء اكيد توعيه من اهل البلد نفسهم وتغيير ثقافه، وفي جزء اكيد احنا مسؤولين عنه ان احنا نقدر نقلل هذه العنصريه ونبدا نندمج ونتطوع ونتعلم اللغه وغيره. انا لا الوم الضحيه ابدا، ولكن عايزين نخرج اصلا من موضوع الضحيه ويبقى والمؤامره والكلام ده، ويبقى في المسؤوليه مشتركه ونبدا نشتغل فرديا ونعمل على الوحده ولكن لا ننتظر الحقوق. شكرا تعالي يا فندم. لا عشان انا اشوف طب تعالي اقف جنب اختها الفلسطينيه دي وكلمها. انت اسمك ايه يا فلسطينيه؟ اخلاص. انت اخلاص صحيح، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسموع تمام؟ على صوتك بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يسمعوكم هم مستمعين. هو مالوش دعوه بال هو الخربان. لا هو مش ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هانيا يعني بتقاطع الحلم والعلم اللي عندي مع الحلم السابع عند حضرتك اللي ذكرته. نعم الحلم السابع اللي هو التعليم المجتمعي الذي يعتمد على الاكتشاف والإبداع والابتكار والتاريخ، وهو حضرتك ذكرته بالحلم السابع. نعم أكمل. طيب تمام. الحلم يعني بالنسبة لي يعني يختص بفئة معينة من العمر، هن الفتيات الناشئات من عمر 12 إلى عمر 16. نحن الأم هي أساس الحياة، بل هي الحياة كلها، هي الموجه وهي المربي وهي المعلم والقائد. كيف سنبني تلك الأم؟ كيف سنقوم بصناعة أمهات المستقبل؟ الأمهات يعني بناء جيل الحضارة الإسلامية الذين سيعيدون مجد حضارتنا الإسلامية، مجد أمتنا. هؤلاء الأمهات لابد من صناعتهم منذ الآن، ولكن نحن الآن في مرحلة خطيرة، يعني فتياتنا لم تعد مثل السابق، فتياتنا في مجتمعات غريبة، في مجتمعات تحمل ثقافة، يعني منغمسين مندمجين تماما في ثقافات غريبة ليست من بيئتهم ليست من ثقافتهم، تعاني ما تعانيه الكثير الكثير. فلابد من صناعة فتاة تعتز واثقة بنفسها، تفتخر بدينها، تعتز بشخصيتها، وبالتالي تمكينها. ذكرنا التمكين، لابد من تمكين تلك الفتاة بتمكين صحيح، ليس كما يقولون في التمكين أوروبي، يعني تمكين بكل معنى الكلمة. تمكين الفتاة في هذه الظروف الصعبة، فتياتنا خصوصاً فتيات سوريا طبعاً نتحدث عنهم، كما ذكروا الأخوة، يعني ذكر الأستاذ هنا نفس المحور تماماً ذكره على الشباب،
بلا علم أصبحوا، بلا هوية، بلا وطن، والآن بلا مدارس. كثير من الفتيات يتركن المدرسة لما يتعرضن من حالات نفسية ومن بسبب اللغة وبسبب أنهما سوريات وأنهما لاجئات، والفتاة يعني أكثر حساسية من الشباب. وطبعا يعني لا الشباب لهم وضع آخر أيضا، يعني بين معترضتين. الأستاذ مشروعكم مشروع رائع ولازم. الشباب، نتكلم عن الأيتام قبل قليل، الشباب السوريين اللي خرجوا من بلادهم في عمر 17 و16 و15 وإلى الآن 5-6 سنوات ما شافوا أهليهم، أليسوا أيتام؟ يتيم الأم ويتيم الأب. يعني الكثير الكثير من الشباب يعيشون لوحدهم في سكن شبابي، والله من عائلات محترمة وهم محترمين ويعانوا ما يعانون. هؤلاء يتامى، يعني ما في حدا مهتم فيهم، ما في مؤسسات، ما في جمعيات. لابد أيضا من تمكين الشباب هؤلاء. طبعا هي بين معترضتين، أنا موضوعي موضوع الفتيات، الفتيات وتمكين الفتاة من خلال برامج تعليمية تنبوية تقوم فيها تعني بهندسة الحياة وصناعة الذات للفتاة. وأنا عملت على هذا منذ سنتين إلى الآن أعمل عليه، من خلال برامج تعنى بالأخلاق والقيم بشكل عملي، ليس نظري كما نتعلمها في الكتب، يعني النظري مترجم إلى عمل. وهنا يعني أنا استفدت منك يا دكتور هاني السنة الماضية في كانت لمدة 3 أيام أو أكثر دور المرأة في المجتمع، دور الشباب والمرأة في المجتمع، كانت جدا مؤثرة على مشروعك ماشي عليه بنفس المحور الفتيات. وأطالب حضرتك، فوالله حضرتك دكتور أنت درة يعني، فأطالب درة محمد درة ما أطالبك بالمزيد أي والله أطالبك بمزيد من الدورات والورشات مختصة بالشباب والفتيات كما كانت السنة الماضية والآن. ويعطيكم ألف عافية، شكرا كثير. احنا بس نخش المنصة في دور الفتيات، دورنا مع الفتيات، دورنا مع الشباب المتسببين من التعليم، ودورنا مع الأيتام. في 3 مشاكل دلوقتي. المرأة هي اللي بتكون قيمة المجتمع، هي بتربي، وهي المدرسة، وهي المحضن، الأم والمدرسة على الأرتاح عدد الشعب المتاعي والعرب. الشباب اللي نتكلم عنهم أخونا لما متسربين مش عارفين رايحين فين، والناس المقطوعين عن أهليهم في حكم الأيتام. نبدأ بيكي وبعدين الشباب وبعدين الأيتام. انت عمد أيتام انت مش كده؟ أبو طلاب بأيديك. أنا حابة شكرا على المداخلة الصديقة دي. أحب أعمم الموضوع مش فقط للمرأة ولا هدخل في مشاكل محددة. انا شغلتي في مشروع سلام ان انا عايزه ابني هويه البني ادم، تمام؟ في ناس ممكن تقضي وقتها وعمرها في معالجه المشاكل اللي بتنشا عن عدم بناء الهويه بشكل صحيح، فيفضلوا بقى يعالجوا في العنصريه ويعالجوا في التطرف والارهاب ويعالجوا في الالحاد ويعالجوا في العنف ويعالجوا كذا وكذا وكذا. انا باجي من المنبع بقى، انا بحب ابني الهويه من المنبع، بحيث ان بمهارات الذكاء العاطفي نظام القيم والإيمان والاعتقاد الراسخ اللي يخليه يقف ضد أي أزمة أيا كانت تواجهه، وساعتها بالهوية دي هتقدر بقى، سواء هو مرأة ليها دور مرأة، فتاة، نقلت مجتمع لمجتمع. هو شغلة الهوية أساسا إن هي تعرفني أتعامل إزاي في المواقف المختلفة وأعدي إزاي من التحديات المختلفة وأخرج بنتائج رائعة إيجابية. فانا لما اعلم الانسان الريزيلينس او المقاومه والثبات والصبر والتحمل، دي حاجه هتمشي معاه في كل ازمه هيواجهها. لما اعلم الانسان ان هو يكتسب مهارات حل الازمات والتفكير العقلاني وغيرها، اي موقف هيتحط فيه هيبدا يتعامل على اساس يواجه موقف عنصري، يواجه فكر متطرف، التفكير النقدي يبدا يشتغل ويبدا هو يتصرف تجاه هذا الموقف. فاحنا عايزين، انا عن نفسي شايفه ان انا اهم عندي ان انا احط جهودي كلها في ان انا ابني انسان بهويه، بغض النظر بقى انا هسيبه، انا مش هقدر انا اقعد اجري وراه في كل موقف اعالج له مواقف اقول له تعالج ده ازاي وتعالج ده ازاي وتعالج ده ازاي. انا ببني مهارات اساسيه يتعامل بيها مع كل المواقف ويقدر ان هو يبقى ليه ادوار وطموحات واهداف عاليه يحققها رغم التحديات المختلفه. دي اجابتي يعني. شكرا. ياسمين يبدو حاجه عن الافكار بتتكلم مع بعض. لا يا ايه؟ لا يلا. خليني اقول نحن في عصر لم تعد هناك حدود للدوله الوطنيه.
هو عصر عولة بهائل اكتسح الحد الوطني، ما عاد في بلد مغلق على سكانه. يوم كوريا الشمالية تخوض مفاوضات بدل فتح مش بكيف غصبا عنه. لذلك أنا نفترض إنه مقاومة الثقافية والانغلاق تصور هذا تخيل أصبح من الماضي. يوم المقاومة الأساسية أن نثبت أن هذه الثقافة قابلة للحياة وقابلة تدخل التحدي. اليوم في ثقافات قاهرة، هذه الثقافات مبنية على رؤية الاستعلاء والعالم الأول، ثقافات مقهورة لأنه بالحقيقة وضعت العلم خارجاً وأصبحت ثقافات مصرية. إذا نسترجع تاريخنا، وين هي اللحظات المضيئة العالية لما كان العلم سلاح المجتمع؟ اليوم هذا اللي لازم نناقشه. كيف يمكن أن نكون منفتحين على العالم المعولم بشدة على المستوى الاقتصادي والإعلامي، ونستطيع أن نخوض هذا التحدي وننجح فيه؟ معطياتنا الثقافية بتاريخنا بمحيطنا بقدرتنا على الإبداع على الابتكار، هذه الشروط الأساسية لأجل المواجهة. أما الحديث أنه كيف نحمي، أنا بتصور فكرة الحماية أصبحت إلى الماضي. كيف نمنح الناس القدرة على أن يختاروا الخيارات الصحيحة؟ لا نختار عنها. بمجرد بلش نختار على الناس خياراتهم ننتج منظومة جديدة للاستبداد. أنا اللي عم نعيش طوال يعني مرحلة من استقلال الاستعمار الذي ننتج منظومات استبداد بهذا التحكم الشديد. مطلوب مننا أن نواجه التحدي العالمي والتخلص من سلبياته بمزيد من القدرة على الخيارات الصحيحة. هذا جزء منه تعليمي، جزء منه علمي، جزء منه ديني، جزء منه أخلاقي. كل هذه المنظومة بس محتاج هذا المنظومة إلى نقد، لأنه مش كل شيء عنا جيد. هذه المنظومة الثقافية الروحية الاجتماعية محتاجة أيضا إعادة نظر لمعطيات العصر الحديث. نحن في القرن 21، مطلوب منا كيف نتعامل مع معطيات هذا القرن، إيجابيتها وسلبيتها بطريقة صحيحة. لا نستطيع أن نقاوم هذه العوامل. أنا ما أعرف، أنا عشت مع أولادي مع بنتي مثلا، كان في نزعة تغريبية شديدة بسبب لأن هذه المعطيات الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي تخلق رغبة بسماع الموسيقى الأجنبية ومتابعات الأفلام. هذا طبيعي، لكن ما ننظر له بخوف ورعب، لأنه كل ما منحناهم الثقة لأولادنا كل ما كانت خياراتهم بمقياس صحيح حتى بغيابنا عنهم صاروا قادرين أن يوجدوا حلولهم الصحيحة حتى لو مش إنهم موجودين. لن نخلق فوبيا الرعب لدى الأطفال حتى نحميه من العالم، سنخلق قضايا الثقة والعمل المشترك حتى نستطيع ننجح في هذا التحدي الكبير. شكرا. يا جماعة، بالنسبة للتطوير أو الحلم، دي حاجة يعني إحنا المفروض نسعى ليه، ومش لوغاريتم، يعني هي مش صعبة. يعني الجودة عمرها ما كانت مكلفة، عمرها ما كانت مكلفة. احنا لو عملنا الشيء صح هنلاقيه صح. انا هسيب رسالة في اعناقنا جميعا الان، بس مش هكبر اكتر من كده. بالنسبة لليتيم، اليتيم ده انت غدا يمكن يصبح ولدك يتيم، كيف تريد ان يتعامل معه الاخرين؟ انت محتاج يتعاملوا معك. هل المنظمات تعطي عطاء يعني المنة والمنح وكذا، أم تؤهله كرجل؟ اللي انت محتاج تعمله اعمله الآن، فرصة أمامك. شكرا جزيلا. طيب احنا نختم لأن الوقت خلاص. الوقت بس تسليم شهادات. بختم ولك ونسلم ونختم تاني ونسلم ونختم تاني ونعمل خدمة، بعد الخدمة في خدمة ونسلم، بعد الخدمة في فتة، بعد الفتة في شربة، بعد الشربة في أي حاجة. طب نشكركم. بس من القصص الجميلة للأيتام وأبنائنا إن أيتام البوسنة أصبحوا معيدين دلوقتي ما شاء الله. بعد 20 سنة أو 25 سنة بقياس الأصل، نعم، أصبحوا معيدين. في منهم الآن حبيت أنا بنت في كلية طب الأسنان،
من عائلة أنا قلت الأم اللي فقدت 70 والأم الثانية فقدت 50 نفس المنطقة. ده شيء عادي جدا في البوسنة، وانا ندخل 20 30 40 50 إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وهي حالة تدرس طب الأسنان والثانية تدرس الطب البشري لأمين استطاعوا أنهم يقفوا ويرفضوا الاستسلام للقهر. والأمثلة دي حتلاقيها كثيرة جدا 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 في سوريا، في اليمن، في روهينجا، عند اليوغور، في الصين، في وسط أفريقيا، في الكاميرون، في كونغو الديمقراطية، كل البلاد. نرجع للأخت اللي اتكلمت عن المرأة حضرتك، والمرأة هنا بتتمثل لنا في السيدة خديجة رضي الله عنها، اللي كانت العمود الفقري للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تنخر من تنخر، ما تنخرش من ما تنخرش، مش مشكلتي. انا بتكلم عم نتكلم عن حقيقه واقعه. دثريني دثريني دثريني. قالت والله ان الله لن يخزيك ابدا ابدا قطعيا، لانك تقر الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكلب وتعين على مصائب الظهر وتصل الرحم وكل الحدوت اللي احنا بنتكلم فيها دي. قالتها امراه وقفت كالصخره او كالعمود الفقري للدعوه. عمود الفقري ايه؟ للدعوه مش للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان داعيا، ووقفت للدعوه وللداعي في نفس الوقت بحبها وبجهادها وبمالها وبوقتها وبفكرها. ودخلت فيه عملت اللوبي، عملت اللوبي. احنا هنهزر ولا ايه؟ ورقه بلوبي. راحت فلان وفلان 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 وفلان، يعني الضغط عملته امراه بصدر الدعوه الاولى. الدعوه الاولى اسلم فيها ثلاثه، طفل عمره 9 سنوات رضي الله عنه سيدنا علي، وامراه في 60 أو في 50 من عمرها، ورجل في 40 أو 50 من عمره سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. ثلاثه يعني دولتهم كان طفل، ودولتهم كانت امراه، ودولتهم كان راجل. يبقى انت تلت المجتمع المقرر لان يصنع القرار السياسي داخل المؤسسة. ليك التلت من دلوقتي، وليك التلت من أيام سيدة خديجة صليتوا على النبي، والشباب ليهم التلت، وانت يا كهول انت وانت كهلة انت كهلة. لا لا انا تلت فيهم وانا منين بقى. المهم يعني فانت دوركم من اول يوم، نرجع مرة ثانية للحقوق، ده حق، ده حقك. بتسيبيه ليه؟ انا هجيب خديجه على مزاجنا ولا علي على مزاجنا؟ ها هنجيبه على مزاجنا ولا ايه؟ اللي قلتي ان المراه بتبني المجتمع معايا، هي اللي بتبني في الفلتان التعليمي. ما خلاص بقى ما تطلعيش فوق شويه، هننزلك بقى كده ليك، هتبقي بالونه وحد هيجيب ابره يعمل لك اس. ما خلاص بقى. لا بقول لك ايه يا جندر، بقى جندر دي يلا. انا بشكركم جدا جدا جدا، وطبعا انا بشكر قبل كده اخواننا في بيبون، وبشكر دكتور علاء الزيات واحمد زحيد ها، والدكتور دكتور ياسمين وبلد وبيبون، يعني بيبون يعني كن متطوع. اختم واقول كلمة، التطوع الان ليس مندوحة وليس استقطاع من الوقت، بل هو مهمة حياة. لكثرة المشاكل وعدد اللاجئين والنازحين في العالم كله، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. تفضل. أولاً يعني نشكر الدكتور هاني البنا الأول، لأنه هو الذي دعا إلى هذه الورشة. ربنا يجزيه عنا خير، وهو دائما سبق للخير يعني. ربنا يجزيه عنا خير. صح. انا قلت سبقوش في الاول. طيب. سبقوش في الاخر. وطبعا الاساتذه اللي شرفونا النهارده بمجهود الاستاذ احمد الحيت والاستاذ علي الزيات والاستاذ ياسمين يوسف، احنا بصراحه بنستفيد منهم. وانا النهارده الاستفاده انا بعتبر انه الامر ما هواش بس مرتبط بالجلسه اللي احنا فيها. انه احنا ممكن يخرج من هنا مجموعه واتساب، ممكن نتناقش، ممكن نعمل حاجه، يعني ما تبقاش مجرد جلسه او بالاسكندراني قاعده وخلصنا. لا، يعني ممكن نعمل حاجه اذا احنا شفنا ان في قيمه
ممكن نتنكبها وان احنا نستثمر فيها وقتنا ومجهودنا نعمل ده، وان شاء الله احنا نوزع يعني القائمه بالتفاصيل بتاعه الحضور على الناس، وهنبعت لهم المواد العلميه عشان خاطر عايزين يتناقشوا، عايزين يستفيدوا، عايزين يستزيدوا او عايزين يضيفوا، كل ده ان شاء الله يكون متاح. طبعا بشكر كل الحضور، جزاكم الله خيرا، يعني شرفتونا ونورتونا النهارده، مع الرغم على موضوع التاخيرات ده ربنا سبحانه وتعالى يعافينا كعرب منه، الناس كلها تاخرت يا دكتور هاني. لا انا بقول لك اهو لا لا حضرتك جاي من السفر، ربنا الحمد لله على السلامه. وبشكر فريق بيفو لانه اشتغلوا بجد كويس النهارده، يعني الاستاذ ابراهيم قاسم والاستاذ مهند طلس، والله يعني عملوا مجهود طيب، ربنا يبارك فيهم. خلاص ان شاء الله طلص. لا لا طلص ده عيلة تانية. طيب واحنا بنتمنى ان احنا نشوفكم دائما يعني في احسن حال ومفعلين، واحنا بنشكر برضك اخواتنا في المنظمة السورية لذوي الاحتياجات الخاصة، هم ليهم مندوبة عندي مش موجودة عند ناس تانيين. احنا كنا عملنا في بيبول مسابقة دولية للتصوير الضوئي، فاز فيها بالمركز الاول واحد فاقد طرف بيركب طرف لواحد تاني فاقد طرفين. فالتطوع ما هواش مندوحة زي ما قال الدكتور هاني البنا، وما هواش حاجة عن رفاهية او حتى عن مقدرة، لا ده ممكن انا اكون عندي نقص وعندي احتياجات واتطوع عشان خاطر اخدم الاخرين وادي خدمه للمجتمع. فجزاكم الله خيرا، شرفتونا النهارده بصراحه، وردودهم طيب لان كلهم متطوعين يا دكتور هاني، فعارف يعني ربنا يبارك فيهم. كل المجهود مبارك، شرفتونا جميعا، وهنسلم الشهادات دلوقتي، شهادات حضور. فبعد اذنك يا دكتور هاني ممكن تسلم. اتفضل. لا 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 اقعدي، راح فين؟ انت راح تسلمني. انا هنا جاي عشان اخدم، هذا اوردر بالانجليزي. طيب. عندك الدكتور علاء والدكتور ياسمين والدكتور احمد، خلاص سيبنا. طيب. انا فكوش من الماضي. طيب الاستاذ احمد سليمان الحسين. الدكتور وليد. الاستاذ فراس.